بسم الله الرحمن الرحيم. وحشتونا جدا 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 في ايام الاجازه اللي استمرت لمده الاسبوع اللي فات. اهلا بيكم في حلقه جديده واسبوع جديد من الماتش. بدا معاكم النهارده ويستمر كالعاده باذن الله لمده 5 ايام، نتابع خلالها كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا جوه مصر او بره مصر. والحقيقه انه الاحداث الرياضيه جوه مصر سواء في دوري او مفيش دوري، سواء في توقف دولي او مفيش توقف دولي، دائما ساخنه مشتعله مثيره جدا، خصوصا اذا كان في بلدك فريق او نادي اسمه نادي الزمالك، سواء كان الزمالك فائزا او كان خاسرا. فالزمالك دائما تحيط به الاحداث الدراميه المثيره المشتعله. النهارده هتكلم معاكم في اللي حصل كتير الايام اللي فاتت واللي هيحصل الايام اللي جايه، وتفاصيل مشتعله جدا، خصوصا ان الكره المصريه عائده جديد الايام المقبله يوم الثلاثاء تحديدا بمباراه السوبر بين الاهلي وطلائع الجيش باذن الله، واحداث ثانيه هنتابعها وجولات سريعه جدا يقوم بها المدير الفني البرتغالي كيروش، اللي تصريحاته اثارت حاله من البهجه في نفوس المصريين اللي اكتئبوا شويه من الكوره على مستوى المنتخب في الاشهر الماضيه بسبب المستوى غير المرضي رغم النتائج اللي اكيد ممكن نسميها مرضيه الى حد ما. تفاصيل كتيره قوي في حلقه النهارده من الماتش بعد ثوان قليله، يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره تانية في الماتش. الحقيقه ان في ايام الاجازه اللي استمرت طول الاسبوع اللي فات كان في احداث كتيره جدا حصلت، سواء على مستوى الصفقات اللي بتعملها الانديه استعدادا للموسم الجديد، او على مستوى المؤتمر الصحفي بوصول مستر كيروش المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني، وكمان رفع مثلا اسم مصر من القائمه الحمراء بالنسبه لانجلترا، وبناء عليه محمد صلاح والنني باتا متاحين لاختيارات كيروش، ودي بداية مثمرة جدا مبهجة بالنسبة للمدير الفني البرتغالي لمنتخبنا، غير طبعا الاستعدادات بقى للدوري، وغير طبعا المشاكل اللي بتحصل في بعض الأندية أبرزها القلعة الرياضية الكبيرة جدا نادي الزمالك. بداية بس قبل ما ندخل في التفاصيل خلوني أبارك للزميل كريم حسن شحاتة برنامجه الجديد وصديقي أيضا أحمد درويش رئيس تحرير البرنامج، بداية برنامجهم الجديد بالتوفيق بإذن الله للكابتن كريم حسن شحاتة من الزملاء الأعزاء والأصدقاء الأعزاء، والحقيقة أنه اللي بيقدموا إعلام محترم جدا فربنا يوفقه. وخالص العزاء للكابتن هاني رمزي نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق في وفاة والدته، ربنا يا رب يرحمها ويصبرك يا كابتن هاني. وأيضا أعزائنا للدكتور ياسر أيوب الصحفي الرياضي الكبير في وفاة شقيقته بإذن الله، ربنا يا رب يرحمها ويصبره. طيب، في نادي الزمالك خد الدوري، قد يكون عنوان أنه إزاي فريق يبقى واخد الدوري وتحصل له مشاكل كتيرة بالشكل ده في الفترة القصيرة دي، في الوقت اللي انت المفروض يعني تبقى واخد دوري، تبقى المفروض انك بتحتفل، والعنوان بتاع ازاي الاهلي يبقى خسران دوري وبيحتفل والزمالك واخد دوري وعنده مشاكل، قد يكون عنوان مش موضح شوية التفاصيل، او يعني بيختزل القصة في عنوان فيه تناقض يعني، لكن هي القصة اعمق من كده بكتير. القصة انه الزمالك حتى وان كان منتصرا ده مش دليل ان الازمات انتهت، هو دليل انه حارب ازمات كتيرة وانتصر، لكن الازمات ما خلصتش فالزمالك كسب. وده اللي دايما الناس لازم تبقى حاطاه في اعتبارها، انه انتصاراتك او الفوز بالالقاب مش هيبقى متتالي ومستمر الا لو قضيت على الازمات اللي عندك، لكن انتصاراتك في وجود الازمات هتبقى حالات استثنائيه. دي نقطه مهمه جدا لازم تبقى موجوده في بال كل مشجع زملكاوي، علشان السؤال بتاع هو ليه الزمالك ما بياخدش الدوري بشكل مستمر او البطولات ما بتستمرش، هو الواقع انه بسبب ان الازمات دائما موجوده، والتغلب عليها مش معناها القضاء عليها، التغلب عليها او الانتصارات رغم الازمات ده اللي بيعلي من الاحساس بتاع انه اخيرا خدنا بطوله،
اللي بيحس بيه الزملكاويه. لكن ليه كلمه خدنا بطوله فعايزين اللي جايه ما بتتكررش؟ لان الازمات ما بيتمش القضاء عليها، وانما فقط بيتم التغلب عليها شويه وترجع تصحى لك مره تانية. تعالوا نشوف ايه اللي حصل في العشر ايام اللي فاتوا، بدايه من تعاقد الزمالك مع حمدي النجاز، مرورا بصدمه الزملكاويه بانك حتى لو عملت تعاقدات ده لو قدرت تجيب فلوسها مش هتعرف تأيدها. ايه اللي حصل في الزمالك في ايام الاجازه؟ ونشوف ايه اللي هيحصل بعد ما نشوف التقرير السريع جدا ده. كل ده في 10 ايام بس، في 10 ايام بس بعد التتويج ببطوله الدوري المصري الممتاز. والواقع انه حتى الزمالك لما كان بيحتفل بعد مباراه البنك الاهلي بالدوري حصلت مشكله بتاعت شيكابالا توقف على اثرها 8 شهور هتقل بعد استئناف الزمالك. لكن ده اللي مخلي الزملكاويه يحسوا طب احنا ملناش نفس او حق نفرح، فتره راحه يعني، اللعيبه مريحه ومفيش دوري، فنفتح احتفل ونقعد بقى نركز في ان احنا نبدا نركز في الدوري اللي بعده. لكن هو الواقع يعني انه انت من حقك كزملكاوي وعمرها او طول عمرها هيفضل فيها نفس الجدل والخلاف بتاع هو الزمالك بيتظلم ولا ما بيتظلمش. طبيعي، لان انت لما تسمع مثلا صوت او اسم رئيس نادي او عضو مجلس اداره بيقول لك لا احنا ما بنتظلمش، وتلاقي كابتن الزمالك بيقول احنا بنتظلم، طبيعي ان يبقى في اراء مؤيده لده او اراء مؤيده لده. لكن هو ده كله ده طبيعي، لان انت ممكن احيانا بيبقى في حاجه قدامك واقعه محسك بالظلم، واقعه حسيتك ان ناديك تعرض للظلم. لكن انك تتوه في القصه دي سببه انه في ازمات جوه نادي الزمالك بيؤدي اليها الزملكاويه نفسهم اللي جوه نادي الزمالك. والحقيقه يعني انه اللي قاله الكابتن حسين لبيب في تصريحاته مع الكابتن احمد حسام ميدو من 3 ايام، وانا شفت الحلقه كامله يعني، هو ممكن اسميه العلاج بالصدمه. انك قلت كلام كزملكاوي اعتقد يعني بيتفرج عليك هيتضايق انه يسمعه، لانه انت نفسك قلتها، في ناس ما تحبش تنشر غسلها في الاعلام، هيزعلوا ان انا بقول كده، ده كلام الكابتن حسين لبيب. لكن الحقيقه يعني ان هو ده علاج، دي ممكن تبقى اولى خطوات العلاج، انك تقول للناس انا عندي مشاكل كذا وكذا وكذا والسبب فيها كذا وكذا وكذا. وخصوصا ان الصدمه بقى هنا انك تقول للناس ان سبب مشاكل الزمالك هو الزمالك، سبب مشاكل الزمالك هو ناس جوه الزمالك. انسى بقى قصه الظلم اللي على الزمالك في احداث اخرى، لانه ممكن يكون بيحصل يعني، ده لا ينفي ده. لكن علشان تبدا تحل وتركز مع ده لازم تحل الاول ده اللي جوه الزمالك، لانه الواقع انه مين اللي ظلم الزمالك في العشر ايام العذاب اللي احنا بنتكلم عليهم دول؟ هو الزمالك، سواء مجلس اداره زمالك بقرار معين، سواء لعيبه زمالك بتويتات معينه،
سواء مجلس إدارة زمالك سابق بتويتات معينة ولجان معينة ومؤيدين معينين، عشان مش هقول لك إن أي حد بيدعم المجلس السابق هو لجان، لكن في لجان بتستخدم إلى جانب المؤيدين للدفاع عن المجلس السابق والهجوم على المجلس الحالي. وبناء عليه الزمالك عامل مشاكل للزمالك، وبناء عليه هتنسى الظلم اللي وقع على الزمالك من حاجات تانية، فلازم تركز في ده. الحقيقة من أجزاء يعني العلاج بالصدمة، الكابتن حسين لبيب مثلا قال إنه رموز الزمالك بيتخانقوا مع بعض، كلهم بيقولوا لي لو جبت ده مش هاجي الاحتفالية، فأنا مش عارف أعمل احتفالية لأن هيحصل لي ديزاستر، كارثة داخل نادي الزمالك لو عملت احتفالية وعزمت فيها رموز الزمالك. ميدو سألوا مين الرموز؟ قالوا مش هقول أسماء، وإن كنت أفضل إنه استكمالا للعلاج بالصدمة ده يقول الأسماء، لكن أنا أتمنى دلوقتي من رموز الزمالك دول إن هم مش هقول يحرجوا الكابتن حسين لبيب، لكن هم نفسهم كل الزملكاويه القدام يروحوا مطلعين بيان مختوم باسم كل زملكاوي، احنا ورا الزمالك وبندعمه، ويا ريت لو في احتفاليه تدعونا، واللي ما يجيش يبقى هو اللي خسران، اللي ما يجيش يبقى هو السبب في ان في مشاكل في الزمالك، سواء بقى من العاملين الحاليين في الزمالك او من العاملين السابقين في الزمالك، الكل يثبت ولاؤه وان حبه للزمالك عشان هو بيحب الزمالك اللي عمل اسمه، مش عشان بيشتغل دلوقتي في الزمالك او عشان ليه مصلحه مقبلة في الزمالك. والحقيقة أن كل القصة دي بدأت من إيه بقى؟ لو رجعنا أيام قليلة من عودة حمدي النجاز، ده بحسب ما قال الكابتن حسين لبيب، قال أنه ليه عودة النجاز فجرت كل الأزمات دي؟ هي من حق القطاع الزملكاوي اللي معترض على عودة النجاز أن يعترض، لأنه ليه وجهة نظر منطقية جدا، ده لعيب وداك المحاكم وكان سبب من ضمن أسباب الميت مليون اللي عليك، ما هو مشي في وسط موسم ضرك فنيا، راح المحكمة خد عليك حكم تضرك ماديا، فطبيعي ان الحاجات دي تزعل الزملكاوية وتيجي ترجعهولي في الوقت اللي الكابتن حسين لبيب وله وجهة نظر منطقية جدا برضو، بيتكلم في انه انا دلوقتي لو ينفع يعني اتعاون مع مين هتعاون معاه عشان اقلل الفلوس اللي عليا. ما اعتقدش ان في حد ممكن ينكر ان المجلس ده جه في ظروف صعبة جدا جدا مادية، وإن تحقيق الانتصارات والبطولات اللي تحققت على مستوى الأندية أو الفرق المختلفة الرياضية يعني جوه النادي ده مش أمر سهل إطلاقا، ويحسب إنه إنجاز، لأنه مش سهل يحصل في ظل الضغط ده أزمات أو يعني نجاحات. لكن هو فبناء عليه نجيب النجاز، ده كلام الزمالك يعني، نجيب النجاز ونعيره بقى أو نلعبه ويبقى رؤية فنية، لكن ممكن يكون ادارتها ما تمتش بالشكل الصحيح. يعني ازاي؟ انه انت قبل ما تجيب النجاز اللي هيعمل كل الجدل ده، طبيعي انك تعرف توصلها للجمهور بشكل ذكي، انك ازاي تقنع بيها الجمهور. مش هقول لك ان انت لازم تلعب في دماغ المشجع يعني، لان كل مشجع له وجهه نظره ورايه، لكن ازاي تبيعها للناس، ازاي تثبت لهم او تفهمهم ان القصه دي ملهاش الا الحل ده، أو إن الحل ده لازم يتعمل علشان هيوصلني في يوم من الأيام لكذا. إزاي تبيعها للعيبة بتاعتك؟ ما هو اللعيبة بتاعتك واضح إن هي بقت ما بين مؤيد، في ناس راحت لعيبة زمالك تروح أول ما النجاز جه راحوا منزلين صورهم مع المثلوثي اللي متضايق إن جه لعيب من نفس جنسيته في نفس مركزه، فمعناها إن هو بعد تألقه الفترة اللي فاتت ممكن يلاقي نفسه فجأة ما بيلعبش، فما اتبعتش للعيبة بل وصلت إلى زوجات اللاعبين يعني. فدي مشكلة من جوه النادي بتضرب بيها النادي، فازاي كنت تبيعها للعيبة اللي بتتضايق ان انت جايب لنا لعيب عامل مشاكل للزمالك مادية فهتديله فلوس في الوقت اللي احنا ما بناخدش فيه فلوسنا؟ ما طبيعي برضو اللعيبة تحس بكده، لكن مش طبيعي انك ما تعرفش تلاقي حل، لانه هي الحياة دايرة كل حلقة فيها بتوصل للي بعدها. الزمالك اول ما خد الدوري راح قايل ايه؟ انا مش بشكر حد، ده الكابتن حسين لبيب قالها ساعتها، واعضاء مجلس اداره، شكرنا يوجه للاعبين، هم اللي جابوا لنا البطوله دي، احنا ما عملناش حاجه، اللعيبه طبعا فيها مبالغه لان هم عملوا حاجه الاداره، لكن هو بيتكلم في انه الشكر يوجه اولا للاعبين والجمهور. اللاعبين دول عشان تضمن ان هم ياخدوا بطولات بعد كده مهم انك توفر لهم فلوسهم، لكن عشان تضمن انك كنادي تعرف تجيب لعيبة
مهم انك تسدد الازمات والفلوس اللي عليك اللي وصلت لملايين الدولارات. فلو ما سددتش ده، اللعيبه دي مهما لعبت وخدت فلوسها هتلاقي مخصوم منها نقاط او القيد موقوف يعني فيه. فهي حلقه انت محتاج تحلها كلها في نفس الوقت. لكن جزء من الحل ده هو ايه؟ انك انا مش هعرف يا جماعه اجيب اللعيبه دي الموسم ده، وانا القوام اللي خد البطوله دي رغم ان في ثغرات واضحه ولازم يتم حلها علشان اعرف اكمل اخد بطولات، انا مش هعرف اجيب لعيبه. وده جزء من العلاج بالصدمه، ومهم ان الزمالك يستحمله. يعني الكلام عن ازمات العقود، ان في لعيبه معمول لها مقدم عقد 25% ولعيبه معمول لها مقدم عقد 50% ولعيبه معمول لها مفيش سقف للرواتب ومفيش فئات، دي ده علاج بالصدمه. مش هيحتاج على فكره سنه واحده. انت طبيعي انك كزملكاوي ومشجع يعني تبقى قاعد بتتفرج وتقول والله انا مالي، انا بشجع الفريق ده وعايزه يكسب. وانت اداره جت، وانا قلت الكلمه دي من يوم تعيين مجلس اداره الزمالك الحالي، ان يا ريت يبقوا جايين عارفين ان عندهم ازمات ماديه فما يجوش يتفاجئوا، وهم متفاجئين دلوقتي. يعني هم حلوا شويه مشاكل ماديه وقللوا شويه فلوس، لكن هي دي ده المستطاع. فالمشجع مش هيعرف يلاقي حل، فانت اللي تلاقي له حل. لكن الحل ده ممكن يكون قاسي على المشجع، لكن فيما بعد يكون حل مشاكل. انه خلصت الازمات اللي عليك، اللي هي كل الازمات دي من سنوات سابقه مش من عليك، وفي نفس الوقت بدات تلاقي انك تكون بتحل للمستقبل. يعني انت بتحل ازمات الماضي وبتحط طرق او هيكل او اساس للمستقبل، ودي مش سهله وممكن تاخد وقت ومحتاجه تضافر الجهود كامله من لاعبين واداره وجمهور ورموز بيقولوا عليهم ان هم سبب خراب نادي الزمالك، الزمالك بيقول عليهم ان هم سبب خراب نادي الزمالك. فهي قصه مش سهله الحقيقه، لكنها محتاجه صبر ومحتاجه ثقه بالنفس ومحتاجه جرأه ومحتاجه انك بتواجه. انا عارف ان الجمهور مش عاجبه ده، لكن انا كاداره مش شايف الا الحل ده فهعمله. فهتشتم شويه من بعض الجمهور، لكن ما ينفعش ابقى منفعل قوي بسبب البعض اللي شتمني ده. اي حد في المجال العام يعني مع اختلاف الاراء مع اختلاف الثقافات، في ناس اختلافها بيبقى فيه شتيمه او في انتقاد او في ما يسمى بالاهانه، غلط ونرفضه ولا نقبله ولا يقبله اي عاقل. لكن في النهايه مش ده اللي هيخليك تبطل شغل، لان في الاخر ده مجال عام وده نادي الزمالك، فطبيعي انك عمرك ما هتلاقي اتفاق على الراي ما بين كل الزملكاويه. لكن المهم جدا ان الاختلاف في الراي ده يكون اختلافك انت كمشجع، عشان انا بحب الزمالك وشايفه المفروض يدار بالطريقه دي، انا عايز الفلوس تيجي بالطريقه دي، انا عايز اللعيبه تلعب بالطريقه دي، انا عايز المبادئ دي تطبق. لكن ما يكونش ان عشان حد بيدفعك لانك تعمل كده، مش بقول بيدفعك بيزقك لانك تعمل كده، لا تكون منقادا يعني، لا تكن منقادا. والحقيقه انه ما ينفعش ابدا خلافات مجالس الاداره سواء الحاليه او السابقه تطلع للاعلام بالشكل ده، الاعلام ده اللي هو اقصده تلفزيونيا وصحفيا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لانه في النهايه انتوا رغم ان انتوا بتقولوا ان الزمالك بيضر الزمالك، انتوا كمان بتضروا الزمالك بطريقتكم دي، في الطريقه اللي انتوا شايفينها حل، او ان انا بواجه الناس بان اللي قبليه هو السبب، فاللي قبليه يروح طالع يقول لك السبب في خراب الزمالك ينوي الهروب من المركب قبل غرقها او بعد ما خربها هيقعد على تلها. ده بيبعت لنا على الواتساب يعني من الادارات السابقه اللي بيكتبوا تويتات، اللي بيخلوا الناس تكتب تويتات. فانت لا تكن منقادا وفكر بطريقتك ومن حقك تقول رايك، لكن لازم تعرف ان القصه المتعمقه والمتاصله على مستوى ازمات الزمالك مش هتتحل بين يوم وليله ولا بتتويج بالدوري، وان التتويج التالي والتالت والرابع بشكل متتالي لن يتم الا بحل الازمات اللي موجوده عبر سنوات كان العديد من الزملكاويه سببا او سبب في حصولها. ده فيما يخص ازمات الزمالك اللي حصلت في الايام العشرة الماضيه. لكن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني، الحقيقه ان هو انا متفائل جدا بالكلام اللي هو قاله. طبعا الكلام مش سبب وحيد لاجبارك على التفاؤل، والكلام مش بفلوس يعني، لكن الراجل واضح انه عارف هو جاي يعمل ايه وعارف اللي مطلوب منه، سواء بقى متقله او سواء هو فهم او سواء عرف اسباب اقاله الجهاز الفني اللي قبله. فكارلوس كيروش جاي بيقول والله بقى الارض في ليبيا، الملعب نجيله صناعي نجيله طبيعي، انا ما عنديش اعذار. واضح انه عارف ان الناس كانت ضاقت جدا من كم الاعذار اللي كان قاله الكابتن
حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب عبر سنتين تولى فيهم تدريب المنتخب، فجاي قال لك انا والله بقى صلاح موجود معايا مش موجود، هلعب في نجيله طبيعي نجيله صناعي، انا جاي اكسب ولا اقبل الاعذار. الله عليك يا مستر كيروش، وده اللي احنا مستنينه، بل وقال باداء جيد لان احنا منتخب مصر. قال انا شاركت في كاس العالم 4 مرات وما يهمنيش الا ان انا اشارك في الخمسه، فجاي عشان اودي منتخب مصر لكاس العالم. كلام يدعو للتفاؤل جدا وكيمياء ايجابيه جدا مع الجهاز المعاون بقياده الكابتن ضياء السيد ومعاونيه برفقه او وهم كلهم معاونون لمستر كيروش، تخلينا متفائلين ومستنيين جدا معسكر اكتوبر، حتى مع الدعم اللي قاله اتحاد الكوره بتاجيل ماتشات نص نهائي ونهائي كاس مصر، اللي علشان عايز يعمل معسكر للمنتخب من يوم 26 يعلن الاسماء و28 يبدا المعسكر. دي كلها تضافر جيد، اتحاد كوره وجهاز فني مع بعض علشان يرفعوا اسم المنتخب اللي كان اخر اولويات الجميع في السنوات او السنتين ثلاثه الماضيه. تعالوا نشوف اللي قاله كارلوس كيروش ونكمل معاكم بعض نقاط مهمه قبل ما نشوف اخبار في حلقتنا النهارده من الماتش. طبعا من دواعي يعني فخري وسروري ان يكون عندي الفرصه ان نقدم احد عظماء كره القدم في العالم مستر كارلوس كيروش. مستر كارلوس كيروش تاريخه يسبقه، كل اللي قاعدين هنا يعرفوا تقريبا كل حاجه عنه بالتفصيل. في البدايه قبل ما اتكلم عن الظروف والملابسات، لازم اشكر الكابتن حسام البدري وجهازه الفني على الفتره اللي قدوها وقدموها في الفتره اللي فاتت دي، مرحله جديده للكره المصريه، نتمنى ان شاء الله باذن الله انها تكون مواكبه للتوقعات توقعات الجماهير المصريه بشكل عام. كلنا نعرف ان احنا السنه دي مصر بتحتفل ب 100 سنه اتحاد كوره، بعد 100 سنه كوره طبيعي ان شاء الله باذن الله ان يكون مستوانا افضل، ادائنا احسن، نتائجنا على نفس المستوى والمرحله. فبقدر التطلعات وبقدر الطموحات كان من الطبيعي ان احنا نقدم اسم يليق بهذه التطلعات. طبعا برضو ما انساش ان ارحب بكل الابناء الاتحاد الجهاز الفني المصري المعاون، طبعا مستر كيروش عنده الجروب برضو المعاون اللي معاه، الكابتن ضياء السيد، الكابتن وائل جمعه، الكابتن محمد شوقي، الكابتن عصام الحضري، طبعا المجموعه المتبقيه من الجهاز الطبي والاداري معروفين ليكم وهم موجودين بشكل مستمر. حاجه بس مهمه جدا اقولها، ان احنا عندنا صحيح الفتره قصيره لكن الحمد لله ثقتنا في خبره وكفاءه المدير الفني، كل المجموعه المعاونه ان شاء الله هتكون هنعدي الفترة القريبة ونروح بقى للي احنا ان شاء الله كلنا مستنيينه. صحيح ان عندنا تصفيات، مباراتين في اكتوبر ثم مباراتين في نوفمبر، كاس العرب في ديسمبر في قطر، كاس الامم الافريقية يناير فبراير، ثم ان شاء الله مباراتين البلاي اوف او التأهل في مارس، ثم ان شاء الله في قطر في نوفمبر المقبل يكون المنتخب المصري مشارك ومشاركة تليق باسم وسمعة الكرة المصرية. بيقول لحضراتكم اسمحوا لي ان انا اعتبر نفسي مصري واكرس كل خبراتي ودراساتي عشان نقاتل من اجل ان احنا نحقق احلام المصريين في الوصول لكاس العالم. اني اكون جزء من هذه المنظومه بيجعلني فعلا اشعر بالفخر الشديد. 7 كؤوس افريقيا و3 مرات وصول لكاس العالم، اسم كبير في عالم كره القدم اللي هو منتخب مصر. بتكلم بكل تواضع على الرغم من هذه الانجازات الكبيره، بكل تواضع ان انا باخد هذه المسؤوليه عشان اقدر اوصل احلام المصريين. انا اتعلمت من التاريخ المصري ان احنا من اجل الفوز لازم
نتعلم او ناخذ العبره من اربع سنه من اول بدايه التغيرات اللي المصريين عملوها عشان يوصلوا لحياه افضل. بمناسبة المنتخب، بعد الكلام المبهج اللي سمعناه من مستر كيروش المدير الفني الجديد، فمحمد صلاح خلال أيام الأجازة عمل إنجازين. الإنجاز رقم واحد هو أنه وصل لنادي المئة على مستوى لاعبي الدوري الإنجليزي، رقم ما عملوش أكتر من 30 لاعب في الدوري الإنجليزي، بل وأصبح خامس أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لعدد 100 هدف. ده من خلال مسيرته الصغيرة مع تشيلسي والكبيرة العملاقة الرائعة مع ليفربول. وصل للهدف رقم 100 وبقى طموحه اللي بعد كده المعتاد انه يبقى هداف الدوري، فالنهارده بقى في صداره الهدافين بهدف في كريستال بالاس، والطموح التالي هو ان يكون اللاعب الافريقي الاكثر تسجيلا في تاريخ البريمير ليج ليلحق ب او يتفوق على ديدييه دروجبا نجم تشيلسي السابق. النهارده صلاح سجل هدفا فبقى فرق بينه وبين دروجبا 3 اهداف. اتوقع انه مش هتكون بعيده، يعني اتوقع هو الماتش اللي جاي مع برينتفورد في الدوري الانجليزي، وبعدها عندهم مانشستر سيتي، وبعدها واتفورد. اعتقد بوصولنا لماتش واتفورد هيكون صلاح احتفل بانه اصبح اكثر لاعب افريقي يسجل في تاريخ الدوري الانجليزي، خصوصا بالمناسبه ان واتفورد ده يعني ضحيه صلاح المفضله، مسجل فيهم في مواجهتهم مع 8 تجوال. صلاح لوحده مسجل في واتفورد 8 تجوال. فارقام قياسيه بتصنع انك تشوف كلمه ذا ايجيبشن كينج بتتقال في ماتشات ليفربول، سواء هما بيلعبوا ميلان في دوري الابطال او هو بيلعب في الدوري الانجليزي، انك تشوف الحماس الشديد اللي بيتعمل من لاعبيه وهما بيحتفلوا برقم 100 اللي وصل ليه، حاجه الحقيقه تدعو للفخر. انك تشوف العضلات دي ما شاء الله، يعني تحس ان واحد عايش حياته كلها ليتطور ليجعل الناس تفخر بيه. فالى مزيد من النجاح والتوفيق يا صلاح، والحقيقه ان دي حاجه مشرفانا وحاجه بتخلينا طموحاتنا احنا كمان بقت انه بقت ارقام صلاح القياسيه بقت حاجه عاديه، لان عارفين ان في احسن منها عند صلاح نفسه. في الاهلي بقى نفسه، قالها الكابتن محمود الخطيب بعد مباراه الجونه اللي الاهلي كان خلص بيها الدوري، وكان بناء عليها رسميا الزمالك خد الدوري. في القعدة اللي مع اللعيبة قال لهم أنا بعتذر لكم إن أنا ما اديتكمش حقكم من الاحتفال بعد ما خدتوا دوري أبطال أفريقيا السنة اللي فاتت وخدتوه السنة دي وخدنا السوبر الأفريقي، ما خدناش وقت للاحتفال، فأنا بعتذر لكم مع ضغط المباريات فكأن البطولات ما بقاش ليها يعني تقدير. فعمل ده الأهلي، احتفل بالنجمة العاشرة على قميص النادي الأهلي في ملعب مختار التتش مقر النادي الأهلي في الجزيرة، قدام عدد كبير من الإعلاميين ومن الرموز الرياضية. والحقيقة أنها كانت احتفالية تليق بعشرة ألقاب في تاريخ دوري أبطال أفريقيا، منهم 2 في ظرف 8 شهور. كانت مشاهد جيدة جدا، إيجابية جدا، تستحق الاحتفال. وكويس أنه هو بيكون رسالة مهمة بعد فقدان الدوري للعيبة، أنه فقدان الدوري مش معناها نهاية العالم أو مش معناها نسيان ما تم تحقيقه من بطولات، ودي نقطة إيجابية جدا، رسالة ذكية جدا. في الوقت اللي الناس انتوا فاكريننا زعلانين ان الدوري ضاع، لا عادي، احنا فرحانين بالبطولات اللي قبله. دي رسالة على فكرة للعيبة وللجمهور، بل وربما للزمالك نفسه، للمنافس، رسالة بتكون إيجابية. ما هو الرسائل الإيجابية دي بتبقى حلوة، الرسائل دي حتى وإن فيها منافسة، ما هي دي الرسائل الإيجابية، أحسن من رسائل اللي هي الغمز واللمز اللي من تحت لتحت، اللي هو بيعمل مشاكل بين الجمهور يعني. فاستحق الأهلي بعد التتويجات اللي حصلت أنه يحتفل، واحتفل الأهلي ويستعد الآن لمباراة السوبر أمام طلائع الجيش اللي هو كمان بيستعد، وليه لأ، من أجل قنص بطولة أولى في تاريخه. بعد بقى الفاصل معانا أخبار مهمة جدا من الزمالك ومن الأهلي ومن أندية أخرى أنهت تعاقدات مهمة وجاية تقول للأهلي وللزمالك نفسهم ولبيراميدز اللي جاب الكابتن إيهاب جلال رسميا، إحنا جايين نضايقكم وليه لأ ما ناخدش منكم نقاط. بعد الفاصل في الماتش، خليكم موجودين معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية في الماتش. من فترة
طويلة كنا أول من أكد أن الكابتن أحمد عبد المقصود المدرب في الجهاز المعاون لمستر باتريس كارتيرون سيرحل أو سيتقدم باستقالته، بل وتقدم باستقالته بشكل غير معلن وسيعلنها. وقلنا في نفس الخبر أن الكابتن أسامة نبيه سيلي الكابتن أحمد عبد المقصود في هذا الأمر. بعدها بأيام الكابتن عبد المقصود أعلن استقالته ورحل لتدريب فريق الصقر في السعودية. وبعدها بأيام في وقت الأجازة الكابتن أسامة نبيه أعلن هو الآخر الاستقالة وقال شوية تفاصيل. تعال أول نستعرض الفيديو اللي كنا حكينا فيه القصة اللي تأكدت بعدها بتقريبا شهر. يلا بينا. النهاردة الكابتن أحمد عبد المقصود عضو الجهاز الفني في نادي الزمالك توجه إلى مجلس الإدارة بقيادة الكابتن حسين لبيب وأبلغه بأنه يرغب في أنه يرحل عن تدريب نادي الزمالك، ولكن الكابتن حسين لبيب أعلن قال له لا، احنا متمسكين جدا بوجودك. موقف الكابتن احمد عبد المقصود سببه انه هو لا يشعر بالراحه التامه يعني في التعامل مع الاداره الفنيه في الزمالك، مش كارتيرون لكن طريقه اداره الكوره في نادي الزمالك، فهو مش حاسس بارتياح. والواقع ان الكابتن احمد عبد المقصود عاده ما هتلاقي موقفه مرتبط بموقف الكابتن اسامه نبيه، فالكابتن اسامه نبيه بالتبعيه هو الاخر يرغب في الرحيل، ولكن موقف الزمالك انه يرفض قرار او طلب مستر او الكابتن اسامه نبيه هو الكابتن احمد عبد المقصود برحيل الثنائي. من ابلغ برغبته هو الكابتن احمد عبد المقصود لكن اترفضت الرغبه. الكابتن اسامه نبيه موقفه زيه لكن لم يبلغ بهذا الموقف، انما الزمالك موقفه واضح انه بيرفض حتى الان رحيل الاثنين. والكابتن اسامه نبيه بالمناسبه عنده شرط جزائي في تعاقده مع الزمالك، ربما دي من الاسباب اللي تمنع انه يتخذ القرار زي ده اللي اتخذه الكابتن احمد عبد المقصود، انتظارا لاتخاذ بقى موقف نهائي ما بين الطرفين او طرف التدريب أسامة نبيه وعبد المقصود وإدارة نادي الزمالك ممثلة في الكابتن حسين لبيب. طيب طرف التدريب أعلن موقفه وأعلن أنه استقال. للكابتن أحمد عبد المقصود رحل في هدوء، أما الكابتن أسامة نبيه فكتب بيان على صفحته على الفيسبوك كان عنده اجتماع مع الكابتن حسين لبيب، اتأخر الاجتماع فالكابتن أسامة نبيه راح ماشي، لعيبة الزمالك راحت قالت مش هنتدرب علشان ما خدناش فلوسنا، راحوا هم كمان طالعين واتلغى التدريب. الكابتن أسامة نبيه ما حضرش الاجتماع اللي تم بين اللاعبين والجهاز الفني وإدارة نادي الزمالك، وقال إنه عنده مشكلة في إنه الفلوس ما خدهاش، وإنه طريقة الإدارة الإدارة الرياضية يعني لفريق الكورة بيقصد الكابتن فاروق جعفر والكابتن حسين السيد تحديدا هم السبب في مشكلته فأعلن الرحيل. عايز أقول لكم بس إنه طبعا رد عليه الكابتن حسين لبيب بإن إحنا لا تنفع معنا سياسة لي الذراع، وإنه هو حاصل على كل مستحقاته، وإنه المستحقات اللي بيطالب بيها دي موجوده لكارتيرون بس علشان ده جزء من عقده انه ياخد مكافاه الفوز بالدوري، واللائحه بتاعه اللاعبين مكافآت دي للعيبه بس، فلا يستحق الكابتن اسامه نبيه طبقا للائحه يعني فلوس. اللي حاصل دلوقتي ان بكره الزمالك موجود في معسكر في الاسكندريه بيستعد بيه للموسم الجديد بقى او ماتش اسوان في الكاس على حسب هيتحدد امتى. لحد النهارده كان في مكالمات بتحدث ما بين اطراف مختلفه بتحاول تهدئه القصه أو لم الشمل مع الكابتن أسامة نبيه من جهة والكابتن حسين لبيب من جهة. المحاولات دي مستمرة حتى الآن رغم أن في أسماء بالفعل مرشحة لخلافة الكابتن أسامة نبيه في منصبه كمدرب عام للزمالك، لكن قبل ما يتم اللجوء لاسم من الأسماء المرشحة لخلافته في محاولات أن هو يهدى وأن الكابتن حسين لبيب يهدى فيتم إنهاء المشكلة وينضم الكابتن أسامة نبيه إلى معسكر الزمالك في الإسكندرية غداً، وده هيحسم بإذن الله بكرة في جلسة المفروض أن هي تتم ما بين إدارة الزمالك ومدرب نادي الزمالك اللي حاليا نقدر نسميه سابق لأنه استقال وقبلت الاستقالة حتى الآن. لكن في حالة بقى أنه مرجعش فالأقرب رقم واحد يعني كمرشح هو الكابتن عصام مرعي المدرب العام السابق لنادي الزمالك اللي كان في عهد مستر ميتشو مدربا عاما. طيب خلينا اقول لكم انه في الزمالك برضو كانت قصه حسام اشرف، كنا اول من انفردنا بالقصه دي وحكينا لكم ايه المشكله مع الاكاديميه الكاميرونيه اللي لاعب مضى ليها. المختلف عليه دلوقتي انه اللاعب كان عارف ولا ما كانش عارف، او اخطر مسؤولي الزمالك وقتها او اشراف الكره على الزمالك اللي هو امير مرتضى منصور وقتها ولا لا، ده المختلف عليه. لكن الحقيقي ان التفاصيل واضحه انه اللاعب مضى للاكاديميه وبعديها مضى للزمالك والشرط الجزائي موجود. الزمالك خفض قصة من 4 مليون دولار إلى 200 ألف يورو أو 200 ألف دولار، لكن من 4 مليون يورو ل 200 ألف يورو. لكن هل القصة بس فلوس؟ لا، القصة إيقاف قيد. الأول تعال نشوف إيه اللي كان عمله حسام أشرف اللاعب الشاب خلى الزمالك يتعرض لهذه المحنة القاسية، نشوفها ونرجع معاكم بتاريخ
7 يوليو الماضي. فيما يخص الزمالك برضو، من ايام كان الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنه المديره لنادي الزمالك قال انه في قصه كلفت الزمالك غرامه 4 مليون يورو، رقم ممكن تكون ما سمعتهوش مع اعتى قضايا الزمالك اللي موجوده في الفيفا. وقال ان الزمالك لا سحر ولا شعوذه، نجح في انه يحول الرقم ده الى 200 الف يورو فقط كغرامه، لكنه لم يصرح. ولكن بالبحث والسؤال اكتشفنا القصه، انه ايه السبب في الغرامه اللي كانت 4 مليون يورو على الزمالك وتحولت الى 200 الف يورو. فكانت القصه عن حسام اشرف لاعب الزمالك الصاعد. كان اول تساؤل اتحركنا فيه كفريق عمل برنامج الماتش هو حسام اشرف لاعب الزمالك اللي بقاله موسم واحد بس متصعد للفريق الاول، ايه اللي ممكن يكون عمله يخلي الزمالك يضطر يدفع غرامه لاي جهه ما 4 مليون يورو، يعني 80 مليون جنيه مصري، رقم كبير جدا. هو لسه لم يقدم اي شيء للفريق، وهو اساسا لسه ماضي اول عقد ليه كلاعب محترف في الفريق. فجاءت الاجابه كالتالي، تعالوا نستعرضها مع بعض. حسام اشرف قبل ما يوقع عقده الاحترافي مع الزمالك كان وقع لاكاديميه في الكاميرون قبل انتهاء عقده مع الزمالك من غير ما يخطر ناديه، قبل انتهاء عقده اللي هو الايه اللي هو اللاعب صاعد من الدرجه او من الناشئين يعني. مسؤول الزمالك بدون علم ان في حاجه قصه اسمها اكاديميه والكاميرون، ايه الحوار ده يعني؟ ما يعرفوش اصلا، واللاعب ما قال لهمش تعالى يا حسام عايزين نعمل عقد 5 سنوات عشان تبقى فريق اول عشان نأيدك افريقيا. اللاعب راح وقع على العقد. فوجئ الزمالك بعد كده بفتره ان الاكاديميه دي بتاعت الكاميرون بتقدم شكوى للفيفا بتقول ان هذا اللاعب وقع لنا، وبعدها النادي ده اللي هو الزمالك وقع مع اللاعب رغم ارتباط اللاعب بعقد معانا. فمسؤولو الاكاديميه طالبوا الزمالك بالحصول على قيمه الشرط الجزائي اللي في عقد حسام اشرف مع الفريق او الاكاديميه الكاميرونيه اللي محدد ب 4 ملايين يورو. فيا زمالك هتعمل ايه؟ مسؤولو الزمالك قدموا كل ما يفيد باحقيتهم في اللاعب اللي لعب ضمن قطاع الناشئين بالنادي، والاتحاد الدولي بعدها أصدر قراراً بتغييم الزمالك 200 ألف يورو فقط من أصل 4 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي اللي كان وضعه مسؤول الأكاديمية الكاميرونية. لكن اللي قلناه في تاريخ 7/7 ده ما انتهاش عليه القصة، لأنه ما بقتش بس القصة أن من 4 مليون ل 200 ألف، لكن بقت أكبر من كده بكتير. الزمالك حرم من القيد، جه أيد صفقاته الجديدة اللي هم 3 عمر كمال عبد الواحد، محمود شبانه وحمدي النجاز، اكتشف من التي ام اس انه ممنوع من القيد، فسال الاتحاد قال له ما جالناش حاجه تخصك. لكن لما الزمالك عرف ان القصه من جانب الفيفا بان انت عملت ما ممكن نسميه يعني جنحه، فانت تساويتها مع النادي واحنا حكمنا لك بان الفلوس تبقى 200 الف بدل من 4 مليون الشرط الجزائي، لكن احنا بقى لينا حق، الحق ده ان انت غلطت كتير. خليني اقولها لكم بشكل مخفف جدا، انه الزمالك في علاقته مع الفيفا بقى في نظر الفيفا بتاع مشاكل، يعني مشاكلك كتيره قوي عندك على مدار السنوات اللي فاتت، قضايا وصلت ما يقرب من 20 قضيه. فبناء عليه ما بقاش في نظره برأفه او برحمه، يعني لا بقى في هنا غلطه سويتها مع حد لكن احنا هنعاقبك، فاتحرم من القيد لمدة فترتين. الحرمان من القيد ده بيأتي تزامنا مع حرمان الزمالك برضو من القيد من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، لكن دي كده كده مش أزمة قوي، لأنه الزمالك محروم من القيد زيه زي بعض الأندية اللي عليها مديونيات بتاعة تسجيل صفقات في السنوات الماضية. لكن المشكلة في الزمالك أنه اللي للزمالك عند الاتحاد أو اللي للاتحاد عند الزمالك أكتر من 50 مليون جنيه، يعني الاهلي كان عليه فلوس بس 10 مليون. في انديه 12 مليون 15 مليون، مفيش حد قريب من الزمالك اللي عليه 50 مليون جنيه للاتحاد. بتتحل بانه ده على طب انا عليا كذا وانت عليك كذا فخد من ده وده، بتتحل. فدي مش الازمه الحقيقيه، الازمه الحقيقيه من الفيفا. لكن نصر عزام كتب من شويه تويته بيقول فيها انه القصه يا جماعه مش على حرمان الزمالك بقى من اللاعبين حتى العائدين من الاعاره، لان الزمالك كان ممكن بيفكر في يحل ده ازاي، بانه كده كده 3 لعيبة مش أزمة، عندي بدائل ليهم يعني، فشبانة ولا النجاز ولا عمر كمال عبد الواحد مهمين، لكن لغاية يناير ممكن أكون حليت القصة لو ما عرفتش أحلها في الصيف. لكن القلق بقى كان على اللاعبين العائدين من الإعارة،
فالناس بدأت تكتب انه العائدين من الإعارة كمان مش هينفع. راح هو كتب ان العقوبة الرياضية بمنع تسجيل اللاعبين التي تصدر من الاتحاد الدولي وفقا للمادة كذا تكون على اللاعبين الجدد فقط، ولا يسري الإيقاف على اللاعبين العائدين للنادي بعد انتهاء فترة إعارتهم او اللاعب الذي يمد تعاقده مع النادي. يعني ما تقلقش مصطفى فتحي، رزاق سيسي، عمر السعيد، اي لاعب مد تعاقده بالكلام هنا على الونش مثلا، على زيزو، ما تقلقوش موجودين معانا. ده كان توضيح من محامي نادي الزمالك نصر عزام اللي كتب هذا التوضيح، اللي الزمالك بيحاول ان هو اصلا يلغي الايقاف ده دلوقتي، لكن في اسوأ الظروف لو معرفش يعرف يلغيه في يناير، بالنظر لانه ما بين بدايه الدوري في اكتوبر وانتقالات يناير هيكون اصلا يتلعب 4 5 ماتشات بس، لان في توقفين دوليين في هذه الفترة حتى يناير. طبعا في خلال الفترة اللي فاتت الفريق بيراميدز اعلن عن التعاقد مع الكابتن ايهاب جلال في صفقة مهمة جدا على المستوى الفني، والاسماعيلي اعلن عن التعاقد مع الكابتن طلعت يوسف كمدير فني بعد رحلة مع النادي من سنتين لم تستمر اكتر من يوم، فدلوقتي بقى مع الفرقة وله طموحات مختلفة في الوقت اللي فيه اندية ضمت صفقات قوية. المحلة مثلا كان رحل الكابتن مختار فجاء خلفا له الكابتن محمد عودة. لكن في وسط الصفقات الكتيرة اللي بتحصل مع كل الأندية حسيت ان اسم الشرقية للدخان مش ظاهر قوي. يعني الناديين اللي صعدوا فاركو وكوكاكولا اللي تحول الى فيوتشر صفقات، يعني كل يوم صفقة نارية. فسألنا الشرقية للدخان ايه اخبارهم، بيستعدوا ولا قلقانين ولا الدنيا عاملة ازاي. تعالوا نعرف على الهوا من الكابتن علاء نوح المدير الفني لفريق الشرقية للدخان، ايه اخر الاخبار كابتن علاء؟ اهلا بيك منورني. اهلا بيك يا كابتن هاني ومنور الدنيا كلها. ربنا يخليك، ان شاء الله يكون موسم سعيد عليك باذن الله. ان شاء الله باذن الله. انا اكيد سمعتني، انا حاسس انه اسم شرقية الدخان ما بشوفوش في العناوين كتير، فقلنا النهارده مع بعض كده واحنا بنحضر الحلقه نطمن، يعني هو ايه الاخبار؟ احنا مختفيين شويه بسبب الاسعار العاليه قوي اللي الناس بتتعاقد بيها دي. يعني اسعار اللعيبه عالت بطريقه غير عاديه. ومش دي مش دي امكانيات الاسعار بتاع امكانيات اللعيبه بتاعتنا. يعني الفرقه السنه اللي فاتت اتعاقدت مع لعيب كلفها حوالي 200 مليون جنيه، واللعيب ده مش هداف دوري وما خلاش فرقته تنافس لاخر الدوري. طب ازاي ندفع مبلغ زي ده في لعيب وما استفادش منه؟ قبليها كان برضو مش عايز اقول اسماء، كان في نادي برضو كان بطل دوري وكاس او بطل افريقيا برضو عقد مع صفقه بمبالغ كبيره قوي. والنتيجه ايه؟ والنتيجه يعني لا ما تقول لي اسماء، ده اللي هو كان الزمالك ساعتها ولا الاهلي؟ لا كان الاهلي حسين الشحات. المردود اللي عاد على النادي الاهلي ايه؟ بين صفقه حسين الشحات بالتكلفه العاليه اللي تكلفها دي. رمضان صبحي في بيراميدز 200 مليون جنيه تكلف النادي 200 مليون ما بين شراء وما بين فلوسه هو او التعاقد بتاعه هو، كتير قوي المبالغ، مبالغ فيها يعني. الشركات اللي صعدت دي يعني عامله رواج في الدوري ورفضوا اسعار رهيبه، بس الاسعار عاليه قوي بطريقه يعني مستفزه. يعني ايه الحل البديل؟ بتعملوا ايه يا كابتن علاء عشان تعرف تواجه الفلوس دي واللاعبين اللي بيروحوا ما بين نادي النادي وتعرف تكمل في الدوري؟ لا انا بستنى بشوف لحد يعني في لعيبه انا اتكلمت معاها وتعاقدت معاها، لعيبه كويسه قوي هتتفرج عليها في الفتره اللي جايه وهتشوف مستويات عاليه كمان منهم، لان هم لعيبه. بس احنا طبعا يعني خدنا في التفاوض في وقت كتير قوي في التفاوض، لان احنا نزلنا اسعارهم بصراحه يعني. واللعيبه تشكر ان هي وافقت على الاسعار اللي احنا اتكلمنا معاها فيها. ده بعد يعني حوارات مثلا اسبوع 10 ايام في كل اللعيبه احنا بنتكلم معاه عشان يجي عندنا. الظروف ان احنا يعني امكانيه ان احنا ندفع فلوس كتير في اللعيبه والامور دي كلها فصعبه، لكن احنا معوضينها بلائحه كويسه يعني. ممتاز. معوضينها بلائحه كويسه بتعوض اللعيبه باذن الله الفلوس اللي هي مفهوم. يعني مثلا في حاله البقاء هتاخد نسبه كذا من عقدك، في حاله تسجيل كذا هتاخد كذا من عقدك، صح؟ بالظبط كده. وعاملين مكافآت، يعني المكافآت كويسه يعني. عاملين كمان مكافآت كويسه عشان تعوضنا يعني الحته دي يعني. النهارده في صفقه مهمه زي احمد شكري مثلا، لاعب يعني اعتدنا نشوفه في الدوري الممتاز، لكن هل ممكن تقول لنا الصفقات اللي حسمت بالفعل يا كابتن علاء؟ لا يعني الصفقات اللي حسمت بالفعل هو في عندنا صلاح عاشور وجبناه من مقصه. ايوه. انتقال حر. احمد متعب اشتريناه من مقصه. خالد مصطفى جه انتقال حر من مقصه. ايوه. محمد عصام من بنك الاهلي انتقال حر. فاحنا كنا جبنا عمرو حسام حارس مرمى من نادي انبي. ايوه. يعني جبنا احمد داهش من نادي النصر، جبنا كمال ابو الفتوح من سماد ابو قير. عماد حمدي حارس جبناه كان عار عندنا وصعد معانا،
اشتريناه من حرس الحدود. يعني جبنا مجموعه، جبنا احمد مجدي، يعني جبنا في الثلاثه لعيبه من تونس جايين ان شاء الله، منهم لعيب كان بيلعب السوبر النهارده ولعيب منتخب اولمبي، فجايبين مجموعه كويسه، بس احنا متداريين شويه ممكن بس ان شاء الله باذن الله هتلاقوا فرقه كويسه ان شاء الله باذن الله. اللعيبه التوانسه مين الثلاثه اللي جايين؟ اساميهم حاضرين في ذهنك؟ يعني في فراس، وفي ادريس المحرسي النهارده كان بيلعب مع فرقته الاتحاد المنسرتي وكسب السوبر النهارده، وفي يعني خلي في اثنين ثلاثه، في اثنين كده خليهم مفاجاه ان شاء الله لحد امورهم ما تحسن خالص يعني ان شاء الله. فراس ده اللي هو مين؟ فراس شواط؟ فراس شواط ان شاء الله. ده اسم كانت قال، ده كانت قال اهلي وزمالك في فتره من الفترات. يبقى انتوا مستخبيين فعلا. يعني مستخبيين بس كده يعني. وفي لعيب يعني من غانا برضو مع فرقته كان واخد دوري وكاس، يعني جايبين مجموعه كويسه محترفين على المجموعه اللي احنا تعاقدنا معاها الجديده، ولسه ان شاء الله في تعاقدات ثانيه مع المجموعه اللي صعدت بالفرقه، فالمجموعه المحترمه، المجموعه اللعيبه الكويسه قوي اللي صعدت بالفرقه واللي ان شاء الله هتتفرجوا عليهم الموسم اللي جاي ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقك ان شاء الله كابتن علاء، وبشكرك جدا على وجودك معايا المدير الفني لفريق الشرقيه للدخان. بمناسبه المقصه الشرقيه للدخان خدوا منهم اكثر من لعيب فري، المقصه النهارده اعلن عن تعيين الكابتن تامر مصطفى كمدير فني لفريق المقصه خلفا للكابتن عبد الجليل، والكابتن تامر مصطفى كان هو اللي صعد بكوكا كولا للدوري الممتاز قبل ان يرحل ويتحول اسم كوكا كولا الى فيوتشر، ويدربه الكابتن علي ماهر في لعبه الكراسي الموسيقيه قبل انطلاق الموسم المشتعل جدا من وجهه نظري في الموسم اللي جاي. نروح للاهلي بقى، اقول لكم سريعا جدا انه محمد محمود عمل مباراه حلوه قوي قدام بتروجيت، الحمد لله على السلامه، وخد شاره الكابتنه واللعيبه هي حباه والجمهور حبه رغم قله اسهاماته مع الفريق بسبب سنتين كاملتين من الاصابه، لكن اللاعب محبوب جدا لانه يعني ربنا يحبب في اي حد خلقه. اللاعب اولا عنده امكانيات كبيره، غير محظوظ بالاصابات، لكن علاقته وحبه للاهلي واضح جدا كمان. فبعد المباراه اتعلنت القايمة بتاعت الأهلي لماتش السوبر اللي هي مع طلائع الجيش، وخرج من القايمة اتنين المصابين ومعاهم ناصر ماهر ومعاهم محمد محمود. فمحمد محمود قلق، استاء شوية، فراح اتكلم مع موسيماني ومع محمد الشناوي كابتن الفريق، هو ايه الحكاية؟ راح لمحمد الشناوي قال له هو أنا ليه بقى استبعد؟ ما أنا جاهز وكامل، هو أنا مش هبقى في الحسابات؟ أنا ليه أنا الوحيد؟ فكان بيقولها بحزن يعني. فراح الكلام وصل لمستر موسيماني اللي حاول يطمن اللاعب بانه ده مش معسكر اعدادي للموسم، ده معسكر اللي هو بتاع الاهلي دلوقتي لمباراه برج العرب قدام طلائع الجيش، وكده كده لازم تبقى فاهم انك مش هترجع تشارك بشكل كامل، انت هتاخد وقت لحد ما تبقى في حساباتي الفنيه كاساسي. هو اللاعب قال انا مش عايز يتم اعارتي، انا عايز افضل احارب لغايه ما العب، بس دخلوني في اللعب واحده واحده علشان اعرف ارجع، لان انا بقالي سنتين ما بلعبش. فده سبب الخلاف، هو اللاعب زعلان لكن سأل بهدوء، وردت عليه إدارة النادي وكابتن الفريق محمد الشناوي والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع موسيماني، فاللاعب وعد بأنه هيشارك بس ما يستعجلش لأنه الموضوع في وجهة نظر فقط موسيماني. طيب في الوقت اللي أجاييه موجود في قائمة الانتظار، الأهلي حط له الـ 220 ألف دولار في قائمة الانتظار اللي هو ايه بداية اهو اول جزء، حطوها له الفلوس دي علشان يقولوا له فيها ان محاولة من وجهة نظر الاهلي بحسب ما قال لنا المماطلة في التفاوض انك تروح فاركو مقابل 200 الف دولار من النادي فاركو، المماطلة دي مش معناها ان احنا هيتلوي دراعنا وهنروح مضطرين يوم 5 اكتوبر قبل يومين من انتهاء فترة القيد نروح قايلين لك خلاص روح ببلاش، احنا مش هنفسخ، وادي فلوسك اهي المقدم بتاع السنه الجديده محطوطه في حسابك في البنك. القصه ان اللاعب ناقص له سنه في عقده مع الاهلي بيتقاضى فيهم 900,000 دولار، فاللاعب كان عايز ياخدهم كلهم ويمشي. الاهلي قال له لا نسويها وتاخد 200,000، فاللاعب قال لا، فطب جاي لك عرض من فاركو، فالتفاوض وقف، فالتفاوض ده ايقافه، الاهلي قال مش هتبقى لعبه علينا وادي فلوسك تتحط علشان ما يبقاش الاهلي لم يخطر اللاعب بانه موقفه واضح ولا لا، لكن على اي حال اجاييه حتى الان اما فاركو واما سيقيد في قائمه انتظار، ده موقف الاهلي المعلن، واللاعب لسه مع وكيله بيتفاوضان على الحصول على اعلى المكاسب، انه ممكن ياخد فلوس ويمشي برضه، يتفسخ عقده، هو عايز اعلى مكاسب والاهلي عايز اقل خسائر، فالقصه لسه ما وصلتش لحاجه، لكن بالمناسبه يعني على مستوى
في قصه فاركو تفاصيل التعاقد مع اجاييه، ان الاهلي قال هنسيبك ببلاش وتاخد 200,000 دولار وهنسيبك ببلاش، لكن لو اتبعت من فاركو لاي نادي تاني في اول سنه ناخد 30% من نسبه اعاده البيع، ولو لاي نادي تاني بعد السنه الثانيه يبقى 10%. ده كان تفاصيل التفاوض كاملا بخصوص اجاييه جناح الاهلي اللي كان من اسباب اسهامات الفريق يعني مع الفريق في السنوات الماضيه. اما علي معلول فتم تاجيل التفاوض معاه. اللي بيفصل ما بين ما يطلبه اللاعب وما يعرضه الاهلي هو 150 الف دولار بس. اللاعب عايز 1,400,000 والاهلي عارض 1,250,000 دولار، لكن الكابتن محمود الخطيب تدخل لما عرف ان القصه لسه ما اتحسمتش وقال طب خلاص اجلوها لغايه ماتش السوبر يخلص مع طلائع الجيش نشوفه ان هنعمل فيه ايه وبعد كده نتفاوض مع اللاعب. اللاعب برده كان عايز 4 سنين منهم السنه اللي جايه اللي هي ناقصاله، والاهلي عايز 3 سنين منهم السنه اللي جايه، و الخلاف هنا أزيل بأن خلاص اللاعب العرض اللي جاي له أن يكون سنتين والسنة اللي جاية تتضاف للعقد الجديد فيكونوا 3 سنوات، ودي مش نقطة خلاف لكن نقطة الخلاف هي الفلوس. في بقى خلاف واضح ومستمر من الموسم اللي فات، ما زال مستمرا ومش عارفين هيخلص على إيه، هيمشي ولا هيحل الخلاف، وهو ناصر ماهر. ناصر ماهر عايز يروح بيراميدز، وبيراميدز عايز ناصر ماهر، لكن عرض بيراميدز للأهلي مش عاجب الأهلي اللي هو 7 مليون. لكن ناصر ماهر اتقال له كده بشكل واضح من احد المسؤولين عن التعاقدات في النادي الاهلي انه ما تعندش، يعني بلاش تعاند، اما انك تقعد في الاهلي فده باقي هيكون حسابات اداريه، لكن مش معناه انك هتلعب لان موسيماني مش حاطك في حساباته حاليا. فانت قدامك 3 عروض جايه لك، فيوتشر وفاركو وسموحة، اختار واحد منهم هنحلها لك لان انت ابن من ابناء النادي. فضلت مصمم انك ما تمشيش الا لبيراميدز، وبيراميدز مش عاجبنا عرضه، هتقعد وقعدتك مش معناه انك تلعب. خلاف واضح الموسم اللي فات حصل اكتر من مره، خلاف ما بين ناصر ماهر وموسيماني ولم ينتهي حتى الان. النهارده طاهر محمد طاهر خرج من مران الاهلي مصابا، ربنا يا رب يشفيه، كدمه في القدم. اكرم توفيق رجع للمشاركه بعد الاصابه في مباراه المقاولون العرب الوديه، والاهلي النهارده نزل بيان قال انه بيستعجل اتحاد الكره. لو سمحت تقول لي مين اللعيبه اللي معايا من صفقات الجديده اللي انذاراتهم ممكن تخليهم ما يلعبوش في ماتش السوبر، عشان ما تجيش العب وبعدين تقول لي ان دولت كانوا واخدين انذار مع سموحه عبد القادر، او كريم فؤاد مع امبي كان واخد انذار يوم كذا فما ينفعش يلعب، فقول لي دلوقتي. فطبعا اكيد الاهلي ما دام كتب بيان معناه بعتها خطاب رسمي الى الاتحاد المصري لكرة القدم. الأهلي هيواجه بطل النيجر في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا اللي الأهلي بيحمل لقبه، فريق اسمه جندرا ميري ناشونال، والزمالك هيلعب مع تسكر الكيني اللي تأهل النهارده لمواجهة الفريق الأبيض. أما فريق عزام التنزاني فهيلعب مع بيراميدز في دور الـ 32 الأول من الكونفدرالية الإفريقية. مباراة السوبر ما بين الأهلي وطلائع الجيش هيبقى فيها طاقم تحكيمي جزائري، سيعلن رسمياً على ما يبدو خلال ساعات. هيكون الكابتن مصطفى غربال اللي أدار مباراة الأهلي مع الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا السنة اللي فاتت، ويعاونه عبد الحق اتش علي اللي كان معاونه في مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وآخرون بقى زي أكرم زرهوني وزي إلياس بوكواسا ومهدي عبيد حكم الفيديو اللي برضو كان حكم الفيديو في مباراة الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل 3 سنوات، ومساعد حكم الفيديو بن إبراهيم الحلو مساعد حكم فيديو. طيب سريعا أقول لكم أن النهاردة ودعنا منتخب الصالات المصري، ودع كأس العالم خسائر متتالية لم يحصد إلا 3 نقاط. خسرنا من أوزبكستان اللي ما كسبتش ولا ماتش في تاريخها قبل الماتش ده في كأس العالم، هي انه مرحلة انحدار رهيبة لمنتخب الصالات اللي في يوم من الايام كان بينافس عالميا وكان بيكسب بطولات وكان بيكسب منافسين كبار، خسرنا النهاردة من اوزبكستان. والحقيقة انه انا بقول ده ورأيي ده بيحمل رأيا واضحا انه اقالة الجهاز الفني السابق اللي خسر بطولة ودية في سيمي فاينل فمشي، وكان ساعتها الكابتن هشام صالح كان كتب بيان مسبب بالاستقالة، يعني من ساعتها هبوط في مستوى المنتخب حتى في التصنيف العالمي وخسارة تساعية. خسرنا 9-0. احنا خسرنا 9-0 من مين؟ لان انا الماتش ده كان كارثي، اعتقد من روسيا. 9-0 9-1
ودي النهارده خسرنا من اوزبكستان بعد ما اتاخرنا في الدقيقه الثانيه من المباراه، فودعنا المونديال. فما دام احنا زعلنا من توديع بطوله وديه اللي هي بطوله العرب، انا قلت الزعل ده معناه ان احنا هنروح لتوانيا بقى ناخد كاس العالم، لقيت نفسنا خارجين ب قادر اسميها فضيحه. معانا على التليفون الكابتن هشام صالح المدير الفني السابق لمنتخب مصر للصالات. كابتن هشام اهلا بيك. مساء الخير يا كابتن حبيب قلبي كابتن هاني المحترم. يعني بقول لك زي ما بنقول لنفسنا اكيد هارد لك النتائج اللي حصلت في المونديال، عايز اعرف رايك، وانا عارف انه قد يعني يبدو هيكون رايك ممكن يكون واضح يعني، لكن انا بسالك انت لانه في عهد الكابتن هشام والكابتن نادر رشاد كانت الدنيا برضو، لا احنا كان منتخب الصالات بيفرح الناس يعني. بص يا كابتن طبعا انت يمكن انا طلعت معاك قبل لما لعبنا البطوله العربيه اللي انا طبعا ما اتخذش فيها رايي، البطوله اللي احنا لعبناها في مصر وانا قلت له بلاش اللجنه الثلاثيه، كنت معترض على الموضوع ده وكنت معترض على كل الكلام اللي اتقال لي يعني، كنت قال لي خد لعيبه بعينها وشيل لعيبه بعينها والجهاز بتاعك هيتشال وتشتغل كده. طبعا انا ما وافقتش طبعا، انا يعني انا الحمد لله يعني بتاعي بيقول يعني ان هو ما ينفعش حد يقول لي خد مين وشيل مين. فانا اعتذرت يعني وقدمت استقاله، وكانت يعني استقاله مسببه يمكن قلت الاسباب كلها. انا كاس العالم 2016 قبل ما امسك المنتخب كان ترتيبنا 31 على العالم. أيوة. بعد كاس العالم 2016 طلعنا ثامن العالم في كاس العالم في 2016. الحمد لله تحولت الدفه، كنا ال 31 بقينا 19 على العالم، اول عربي واول افريقي. الفتره اللي جت فيها اللجنه الثلاثيه الفترة دي بس من أول شهر 12 أول ما مسكت اللجنة الثلاثية حتى قبل كأس العالم. طبعًا الفترة توقف خالص، وقفنا خالص النشاط. وبعدين ابتدينا نشتغل على أساس إن إحنا يعني هو عمل لي البطولة العربية وقال لي شد حيلك حتى أنا مش عايز البطولة بس احتكاك ومش احتكاك وكلا. وأقنعني يعني إن إحنا نلعب البطولة العربية. في الفترة دي فترة الوقوف دي إحنا ترتيبنا نزل بقينا 31 على العالم بعد ما كنا 19 على العالم 21 على العالم. ايوه. وبعد كده الفتره اللي انا مشيت فيها الفتره بعد ما مشيت فيها وبعد ماتش روسيا بقينا 33 على العالم. بعد وبقينا ما بقيناش خلاص كده احنا ما بقيناش اول عربي ولا افريقي. المغرب كانت تحتينا تصنيف العالم كله بقت 17 دلوقتي المغرب اللي هو كان بيزعلان عشان المغرب كسبتنا. وانا قلت له المغرب في حته ثانيه خالص والمغرب خلاص صعد الدور 16 وهيبقى ليها شكل عام. دلوقتي احنا بنتكلم انت لصالح مين؟ انت يعني المواضيع بتحسمها او بتحسبها مواضيع شخصيه؟ لا ما ينفعش، لان انت دلوقتي بتلعب باسم مصر. احنا الحمد لله في كل محافل اللي احنا رحنا الحمد لله رب العالمين، كاس عالم او اولمبيات والكلام ده كله الحمد لله علم مصر اترفع. دلوقتي انت دلوقتي ترتيبك رابع المجموعه وانت تصنيفك اصلا في المجموعه انت الثاني، يعني روسيا بتاخد راس مجموعه البرازيل الارجنتين الكلام ده مصر الثاني. انت في المجموعه دي جاي لك جواتيمالا وجاي لك اوزبكستان. اضعف مجموعه يمكن عمرها ما تحصل ثاني ان مصر تقع مع فرقتين انت احسن منهم. تطلع الرابع عليهم، دي مشكله كبيره جدا. هو عايز يودي الكره فين؟ كره الصالات. هو حضرتك لما كنت معايا قلت لي يعني وده على عهده حضرتك يعني انه اتقال لك انه اصلا كده كده دي لعبه ملهاش لازمه؟ بالظبط. فانا شايف انه انا رايي وده في اطار السؤال يعني ما دام هي لعبه ملهاش لازمه فما نشاركش في كاس عالم عشان نتفضح. الخساره 9-0 من روسيا دي فضيحه في حق الرياضه المصريه، فما كناش نشارك كنا ننسحب يعني ما دام هي لعبه ملهاش لازمه ما نروحش نشارك باسم مصر ونخسر. انت مصنف وانت اصلا اول فرقه تعمل كره صالات اصلا في افريقيا اصلا. انت من رواد الكره في مصر في افريقيا كلها ان كانت ال 11 ولا الصالات او الشاطئيه او النسائيه. انت دمرت الثلاث لعبات دول ليه؟ كلجنه ثلاثيه ليه لحساب مين اصلا؟ انت بتشتغل عشان ترفع اسم مصر. انت عايز تصفي حسابات شخصيه مع حد تاني ملهاش علاقه مصر بالموضوع. مين الحد التاني اللي كان ممكن يكون في تصفيه حسابات معاه؟ حضرتك ولا يعني حد تاني؟ لا لا انا ماليش علاقه مين؟ انا مش محسوب على حد مين؟ يعني انا هو كان في مشاكل بينه وبين الكابتن حازم الهواري الدكتوره سحر الناس اللي كانت ليها علاقه بكره الصالات والشاطئيه والنسائيه. طب انت بتصفي حساباتك على حساب مصر، طب ليه؟ ليه يعني؟ احنا مصر مصنفه عالميا في كره الصالات. أيوه. والكلام ده انا قلته يا كابتن من زمان، احنا لو اهتمنا بكره الصالات هيبقى لينا شان تاني. أيوه. المغرب مهتميه، المغرب طلعت طول 16، المغرب مهتميه هيبقى ليها شكل، المغرب المغرب هيبقى ليها في تصنيف تاني بعد البطوله دي هتبقى من الفرق المصنفه عالميا. طبعا
فانا بتكلم ان احنا المفروض ادام اللعبه دي كانت ناجحه انا اهتم بيها، يعمل لها دوري محترم ونعمل ونعمل ونعمل، لكن التصفيات الشخصيه على حساب اسم مصر دي مشكله كبيره يا كابتن. طيب طمني بقى على الكابتن هشام نفسه. انا الحمد لله تمام، الحمد لله. انا يمكن جالي الحمد لله يعني عروض بره، بس انا طبعا يعني انا يعني خلاص تعبت بقى غربه. يعني جالي في البلاد العربيه في الخليج، جالي ابتدى وجالي منتخبات. بس انا طبعا مش عايز اخرج بره مصر طبعا، الحمد لله. انا عايز يعني الفتره اللي جايه دي مثلا يعني ان شاء الله هشتغل في ال 11 او لو ليا نصيب تاني في منتخب مصر كره السلة هبقى موجود مع المجلس اللي جاي ان شاء الله. تمام، لو في نصيب ان شاء الله يعني نرفع اسمي تاني، وانا برضو ان شاء الله لو في نصيب يعني او اي جهاز يجي يعني لو اهتم يعني لو الاتحاد اهتم بكره السلة اقسم بالله يا كابتن هاني هيبقى لينا شأن. احنا الحمد لله عملنا من فرق الشباب، من فرق الشباب اللي هم ما كانوش مقيدين في انديه اصلا، ما كانوش عملنا فرقه وايدناهم في انديه وجبنا بيهم مدينه في الارجنتين من الارجنتين جوه الارجنتين، يبقى احنا عندنا استعداد. صح، بشكرك كابتن هشام، شكرا جزيلا. المدير الفني السابق لمنتخب كره الصالات اللي خسر، وطبعا هو لا اعيب في الجهاز الفني الحالي، لانه على ما يبدو من بيان الاستقالة بتاع الكابتن هشام وطريقة رحيله انه هو كان شايف اللي هيحصل، كان شايف اللي هيحصل، فمعناه ان انا مش بعيب في الجهاز الفني الحالي، لكن انا بعيب في اللي ادى الى الوصول لان منتخب يشارك باسم مصر في لعبة كرة القدم صالات بقى ولا 11 يخسر 9 في محفل عالمي. فنتفضح الفضيحة دي، حاجة إهانة، وإهانة بل وتستوجب استقالات بالمناسبة، يعني انك تروح تشارك وتطلع رابع مجموعتك، اخير مجموعتك ضمن فرق مش مصنفه. خليني اقول لكم حاجتين اخيرتين قبل ما ارحب بضيفي الكبير بقى دلوقتي. النهارده على مستوى الكره الايطاليه، انتر ميلانو كسب بولونيا 6-1، والنهارده في الدوري الاسباني اتلتيكو مدريد تعادل في اول تعادل ليه، كان قدام بلباو، تعادل سلبي. المباراه برضو ما عرفوش يسجلوا واتطرد فيها جواو فيليكس، خد انذارين متتاليين، خد انذار فواضح انه قال للحكم حاجه فخد انذار تاني فاتطرد. في المانيا بايرن ميونخ يكسب برشلونه 3 في كامب نو، بعديها يرجع المانيا يروح كسبان بخوم 7-0. بالمناسبه تعالوا نستعرض نتائج الجوله الاولى من دوري ابطال اوروبا اللي اتلعبت الثلاثاء والاربعاء الماضي. النتائج: اشبيليه تعادلوا مع سالزبورج 1-1، يانج بويز كسبوا مانشستر يونايتد 2-1 في اخر ثانيه بخطا من لينجرد بديل رونالدو اللي كان سجل هدف التقدم ليونايتد. تشيلسي كسب زينت 1-0 بهدف لوكاكو، مباراه ممله جدا الحمد لله انا ما شفتهاش، كنت بتفرج على ماتش بايرن وبرشلونه اللي كان حلو، بايرن يعني داسوا على برشلونه طول المباراه. اتلانتا تعادلوا مع فياريال 2-2، ليل مع فولفسبورج ب0-0، وبنفس النتيجه دينامو كييف مع بنفيكا. مالمو اتغلبوا من يوفنتوس بثلاثيه نظيفه. دي مباريات الجوله الاولى من دوري ابطال اوروبا اللي بقيتها: بروسيا دورتموند كسبوا بشكتاش 2-1، شريف ده أول مشاركة ليه في دوري أبطال أوروبا، ومن بلد أول مرة تشارك في دوري أبطال أوروبا، يعني حتى هي مش دولة مستقلة، يعني كسبوا شختار 2-0، فبرضه شختار ليه تاريخ في دوري الأبطال. ليفربول كسبوا ميلان 3-2، ماتش كان حلو. سيتي ولايبزيج حفلة أهداف 6-3 لمانشستر سيتي. لشبونة اتغلبوا من أياكس 5-1، إنتر ميلانو اتغلبوا من ريال مدريد بهدف في الدقيقة الأخيرة بعد فرص كتيرة لإنتر ميلانو، لكن روديجو سجل في الدقيقة 90. أتلتيكو مدريد اتعادل مع بورتو، كلوب بروج اتعادل مع باريس سان جيرمان بهدف لكل فريق، والناس راحت عاملة كوميكس بقى على فريق باريس سان جيرمان اللي احنا مستنيين، يعني باريس سان جيرمان راح طلع لنا باريس سان جيرمان اللي هو مستنيين كده طلع لنا كده، والحقيقة إنه كان الأداء وحش والمباراة كانت مملة، وميسي جاب كرة في العارضة وتقدموا بعديها تعادلوا وانتهت المباراة 1-1. خبرين اخيرين: امبارح المستشار التركي آل الشيخ رئيس هيئه الترفيه في المملكه العربيه السعوديه اعلن بالمناسبه الكلام عن باريس سان جيرمان عن ان فريق باريس سان جيرمان بكامل نجومه بما فيهم ميسي بقى ومبابي واشرف حكيمي وراموس المصاب ودي ماريا وكل النجوم دول ونيمار طبعا عشان ما نسويش، رايحين السعوديه في الموسم الرياض في شهر يناير، هيلعبوا مع منتخب الهلال والنصر اللي كانوا بيلعبوا النهارده، اللي كان بيلعب وكسب، والنصر كان بيلعب واتغلب من الاتحاد. منتخب هيتعمل من فريقين القمه يعني هناك، هيلعبوا نجوم باريس سان جيرمان في اول رحله خارجيه لباريس سان جيرمان خارج قاره اوروبا منذ انضمام ليونيل ميسي.
الخبر جه انه هيئه الترفيه بالسعوديه اعلنت عن اقامه مباراه بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان. المواجهه ستقام بالاسبوع الثالث في يناير 2022، وهي جزء من سلسله الاحداث المخطط لها لموسم الرياض. سيكون العملاق الباريسي اول نادي فرنسي لكره القدم يلعب في السعوديه، بيضم كوكبه من النجوم طبعا زي ما قدامكم: دوناروما، بيراتي، دي ماريا، مبابي، ميسي، نيمار، وراموس. وسيكون ابرز بقى نجوم النصر عبد الرازق حمد الله، الجمهور متضايق منه قوي النهارده، فريقه مغلوب 2-1 قدام الاتحاد، راح عمل بانينكا بضربه جزاء ضعيفه جدا سيئه جدا فتردت عليهم بجول بقت 3-1 فخسروا، ومعاه فينسنت ابو بكر وتاليسكا وجونزالو مارتينيز الارجنتيني وسلطان الغنام ده في النصر، والهلال زي موسى ماريجا وجوميز وماتيوس بيريرا واندري كاريو ولوسيانو بيتو وسالم الدوسري ومحمد كنو. موسم الرياض طبعا بحسب ما هو معروف استقطب 10 مليون زائر في النسخه الاولى 2019، هي طبعا دي هتكون من افضل المواجهات والفعاليات في النسخه الحاليه من موسم الرياض اللي بيعتبر من اكبر المهرجانات الترفيهيه في العالم على مساحه 5.4 مليون متر مربع في الرياض، وهو بينطلق في 14 منطقه مختلفه بتضم مجموعه متنوعه من الفعاليات والتجارب المختلفه من اكتوبر 21 لمارس 22. ماتش برضو والدوري السعودي بالمناسبه يعني حاجه فوق الخيال، حاجة ممتعة جدا، واللي مزود حلاوته طبعا وجود الجمهور والصورة الحلوة والملاعب الحلوة. احنا عندنا الكورة الحلوة لكن بيفتقد عناصر كتيرة قوي تعلي من حلاوتها ومن انتشارها. مستنيين ده يحصل، ودور مهم جدا ان شاء الله على القائمين على الرياضة المصرية يعملوا. واخيرا وقبل الفاصل، جروس حصل على حكم نهائي ضد الزمالك بأحقيته في الحصول على 700,000 دولار ومهلة شهر واحد للدفع، لأن المصائب في الزمالك لا تأتي فرادى. بعد الفاصل، الأسطورة المصرية الكابتن عبد الستار صبري هو ضيفنا، نتكلم معاه عن المنتخب الأولمبي، عن المنتخب الأول، عن كيروش، عن البرتغال عموما، وعن مورينيو وروما. خليكم معنا في الماتش بعد الفاصل. احنا ان شاء الله في وجودنا مع مجموعه من اللعيبه الكبيره في مصر ومع نادي زي بيراميدز بادارته الحاليه، ما يجبش ان احنا نتكلم في حاجه غير ان انت نامل ان ربنا يوفقنا ان شاء الله ونلعب على الاربع بطولات اللي موجودين. ودي مش انا يعني كنت بقول ان دايما حتى في الفرق الاقل شهره او اقل امكانيات كنا بنقول ان احنا عاوزين نكسب، فما تيجي في فرقه اكبر شهره واكبر امكانيات وعندها طموح كبير وولدت كبيره فلازم هيبقى يعني طموحك مساوي للكلام ده، وهنجتهد لكن هو في الاول والاخر نامل في ان ربنا يوفقنا ان شاء الله في البطولات كلها. يعني والله الترتيبات زي ما كان ذكر كابتن عمرو بسيوني ان هي جت سريعه شويه في الاخر بعد ما اعلن كابتن ايهاب عدم استمراره مع الاسماعيلي، فدي سرعت من وتيره المفاوضات اكتر شويه. ف بس انا بالنسبه لي انا مش دلوقتي، من زمان كان بصراحه انا كان عندي رغبه في ان انا بصراحه اشتغل مع كابتن ايهاب لان انا عارفه من زمان، فكنت حاسس ان هو هيبقى الشخص ان شاء الله المناسب بالنسبه لنا. في الفتره دي هو حدث مهم جدا لنادي بيراميدز. كابتن ايهاب واحد زي ما انا قلت في المؤتمر، واحد من انجح المدربين في العقد الاخير في الكره المصريه، صاحب بصمه مميزه على جميع الفرق اللي قام بتدريبها. شفنا اداء المميز مع مصر المقصه، مع الاسماعيلي، مع امبي، مع المصري. راجل ليه بصمه فنيه واضحه، صاحب شخصيه قويه في التعامل مع اللعيبه، ودي حاجه بتبقى حاجه مهمه جدا انك تقدر تجمع بين الشخصيه القويه وحب حب الجميع افراد المنظومه اللي بيشتغل حواليك، ودي حاجه مش بتلاقيها بسهوله في مدرب. توجه مجلس الاداره الفتره اللي فاتت ان احنا نتعاقد مع مدرب مصري، دي بتعكس مدى قيمه المدرب المصري، ان فريق زي بيراميدز بحجمه وقدره بيراميدز يقدر ان هو يتعاقد مع مدربين من اعلى المستويات. احنا بنتوجه لمدرب مصري، مدرب صاحب فكر، مدرب صاحب شخصيه، ان شاء الله نقدر نكون خلاص.
تواصل تم ما بين الكابتن علي وفي اتصال من اسبوع تقريبا، واتفقنا على اننا هنتقابل. اتقابلنا امبارح في القاهرة، يعني اجتماع ما كان الكابتن علي وكابتن عماد واعضاء مجلس ادارة، كانوا خمسة. قعدنا حوالي ثلاث ساعات، اتكلمنا في كل حاجة، وفي النهاية اتكلمنا عن تفاصيل العقد. لكن الحديث في البداية كان عن الإمكانيات المتاحة والقدرات والدعم اللي المفروض، والمراكز اللي محتاجة دعم، لأن ده الأساس يعني. وبعدين اتكلمنا في تفاصيل التعاقد، اتكلمنا في الجهاز، وحصل اتفاق وتوافق. والنهاردة العقود اتمضت قبل المؤتمر موسم، موسم واحد قابل للتجديد، يعني نكمله كويس. وكابتن طلعت مدرب قدير، عنده خبرة كويسة جدا، معاه جهاز فني كويس جدا، معاه النهاردة كمدير كورة محمد صلاح ومدرب عام حمص. المجموعة متناسقة وعندها اتفاق وتفاهم، فنتمنى التفاهم والأمور دي تنعكس على الأداء بتاعنا بإذن الله في الفترة الجاية. احنا مساندين كلجنة فنية للكابتن طلعت وجهازه، مساندين ليه على طول الخط. وبقول دايما الجمهور ليه دور كبير ودور فعال. الظروف اللي كانت صعبه المره اللي فاتت، اللي ساند الجمهور الاسماعيلي جمهوره، لان رغم بعض النتائج السلبيه ولكن الجمهور كان مساند وعارف ان في شغل كويس بيتم فكان ساكت. حابب اشكر المسؤولين في نادي الاسماعيلي واللجنه الفنيه على ثقتهم واتاحوا لي الفرصه ان اعود لبيتي تاني، ومع جهاز فني محترم و عنده من الخبرات بقيادة الكابتن طلعت يوسف والكابتن محمد ابراهيم والكابتن خالد عبد الله والدكتور احمد عبد اللطيف طبعا، والكابتن الكبير كابتن محمد صلاح ابو جيش مدير الكره. نادي الاسماعيلي نادي كبير وكان كبير واسم كبير، وشرف لاي حد ان هو يتواجد داخل نادي الاسماعيلي. بتمنى ان شاء الله ان الموضوع ما يمشيش زي ما احنا بنتكلم في مناصب. انا رجعت بيتي، وفي اي مكان في بيتي انا بتمنى ان شاء الله ان تحقيق النجاح للعلو البيتي، مش عشان منصب ولا عشان اي حاجه. انا اي منصب انا بكون موجود فيه في النادي انا بخدم النادي بتاعي، وده زي ما اتكلمت قلت ان ده بيتي. فالموضوع بالنسبه لي مش منصب اكتر من هو تكليف اكتر من الصور اللي الناس متخيلها والمناصب اللي الناس متوقعاها. انا في اي مكان اخدم النادي بتاعي، وفي نفس الوقت بتمنى ان شاء الله ربنا يوفقني في تحقيق حاجه كويسه ترضي طموحات وامال جماهير نادي الاسماعيلي. هذه الأسطورة هو ضيفنا النهاردة، النجم الكبير جدا، الحريف جدا، الموهوب جدا، صاحب الابتسامة الجميلة، الكابتن عبد الستار صبري نجم مصر السابق، منورنا في الاستوديو النهاردة. كابتن عبد الستار أهلا بيك. حبيبي يعني ربنا يخليك، أنا سعيد جدا أنا موجود معاك، وأنا مبسوط يعني إن أنا النهاردة إن شاء الله أكون موجود معاك يعني. منور الدنيا كلها. ده شرف لينا كلنا والله وجودك معانا. ربنا يخليك. بنفتخر بموهبة زيك إن هي تكون موهبة مصرية، لانك قدمت الكتير قوي، والناس كلها ما فيش حد بيختلف لما بيتقال موهبه او احرف لاعب، دايما اسمك بيتحط في الاسماء. طب الحمد لله، يعني الكره اصلا دي عشق، دي يعني هني يعني الصراحه يعني من صغري، من وانا بلعب في الشارع ودورات رمضانيه كنت بشوف ناس كتير قوي احرف مني بكتير، كنت بتعلم منهم. ابتديت بقى خلاص احبها يعني، وانا العبها كل شويه، والحمد لله يعني قدرت ان يعني انا امشي في الكوره دي بشكل كويس قوي. وكنت بقعد اخترع بقى شويه حاجات فيها في الكوره. ايوه كنت عايز اسالك على ده، اكيد كنت لانك فعلا كنت بتعمل حاجات ما حدش شافها في الملاعب المصريه قبليك يعني. دي يعني يعني كنت بشوف يعني في لعيبه كبيره جدا كان يعني كان زمان بيلعبوا زي كابتن خطيب طبعا، وكان برضه بره في مارادونا وحدد وبلي، الاسامي الكبيره جدا، وايزيبيو
كانوا كرايف، كان يعني لعبه كبيره جدا. وفي مصر هنا كابتن حسن شحاده، كابتن فاروق جعفر، بس كنت بتفرج عليهم، كنت يعني بشوف لعبه مثلا بيعملوها بحاول اعملها، بس بقى ايه بحاول ازود عليها شويه حاجه ثانيه وبتاع الحاجات دي كلها. ان انا بشوف اللعبه دي عملها بشكل كويس قوي، ان انا لا اعمل حاجه برضو اعملها زيها، بس في حاجه برضو تزود عليها حاجه اضافه عشان تبقى ايه تبقى فعلا تبقى حاجه بقى ايه بتاعت عبد الستار صبري. ودي الحمد لله بيت واحده واحده بيت حاجات كتير قوي يعني. ووصلت لدرجه ان انا لما رحت سافرت بره في اوروبا، اللعيبه كان من كتر اصلا من كتر الترقيصات كان بيبقى مرعوبين مني، خايفين يخش عليا خالص. والله سموني بقى اسامي كتير قوي، القاب كتير قوي، سواء بليز سواء مارادو، حاجات كتير قوي كان. والحمد لله يعني الحمد لله يعني. اللاعب المهاري اللي هو الحريف قوي مفتقد جدا في العالم كله، لكن انا بتكلم على مصر تحديدا بقى. لو هنتكلم على مصر، ليه للاعب الحريف؟ هل الكوره دلوقتي ما بقتش مناسبه للمهارات دي؟ انا شايفها دلوقتي حاليا مش اللاعب الحريف دلوقتي، كان الاول بيبقى فيه تخصصات وفيه حاجات كتير قوي ان احنا ايه نقدر ننمي المهاره فيها وبتاع الحاجات دي كلها. الموضوع دلوقتي في مصر ما فيش بقى حته التخصصات، ما فيش خالص. بعد اللعب دلوقتي خلاص حته القوه وحته ال يعني البدني اكتر والحاجات دي كلها الاعتماد عليها بشكل كبير قوي. عشان كده بلاقي اللعيب المهاري دلوقتي يعني صعبان عليا. مش متواجد، مع ان في ايه يقول لك جسمه قليل، جسمه مش هينفع، لعيب مهاري مش هينفع. لا مش هينفع. لا ده ضعيف جدا خليه، مع ان لعيب مهاري بيحل ممكن يحل حلول حاجات كتير قوي. دي المشكله بتاعتنا بتاع الحاجات دي كلها. وانا بشوف يعني مشاكل كتير قوي، واحد جسمه صغير مش يعني وحريف مش هيلعب هيقعد بقى صح. انت بقى بالنسبه لك لا، لعيب حريف وجسمه صغير تاخده طبعا. بص المهاره لأنه دي مفيد ليك في كفريق. طبعا المهاره دي يعني احنا نبص على ايه، يعني احنا من كل شويه بنتكلم على ميسي. هو ميسي يعني ميسي قد كده، اسمه صغير جدا صح. طب ايه الحل؟ ايه يعني ايه ليه انت بتحب ميسي؟ عشان بص بيحل لك لا وبيحل حاجات كتير جدا صح. يعني لعيب مهاري، لعيب المهاري هو بص اضافه كبيره جدا ان هو يحل لك مشاكل في الملعب، في اللعب على طول في دفاع جامد جدا ما اقدرش يحلها الا اللعيب المهاري. هو اللعيب المهاري هو لازم يبقى متواجد في الملعب. لازم اللعيب المهاري ده هو الحل الانسب والحل المناسب ان هو يبقى موجود. لازم يكون انا شايف بقى لا الامور كلها مختلفه خالص. اللعيب الاهتمامات ما بقتش رايحه للعيب الحالي. لا 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 زي زمان بالظبط كده. من ايام الزميل كريم عبد المحسن زميلي في برنامج الماتش اجرى حوارا مع الكابتن عبد الستار صبري من خلال موقع الكوره، وجاء العنوان الذي ابهج الجميع: عبد الستار صبري مرشح ليعمل مع جوزيه مورينيو مدربا معاونا في الجهاز الفني لنادي روما الايطالي. روما بالمناسبه عنده فرصه يتصدر الدوري بكره مبكرا اذا فاز على ايلاس فيرونا، لانه هيكون هيتخطى كمان انتر ميلانو المتصدر حاليا. كابتن عبد الستار، ايه تفاصيل العرض المحتمل من جوزيه مورينيو لمعاونته في روما؟ اول حاجه في البدايه بالنسبه لمورينيو، مورينيو الناس يعني مورينيو مرني طبعا، مرني لا ده مرنك وفي بينكم قصص وقصص حاجات كبيره جدا، ومن خلال القصص دي احنا بينا قريبين من بعض جدا. طب ما تيجي نتكلم عن القصص دي وبعدها تحكي لي عن روما. تمام. لانه انت قصصك يعني مع مورينيو فيها حب وشد وجذب، وفيها خناقات كمان، وفيها غير مركزك من دي حقيقة. من هنا لهنا دي حقيقة. وانت رحت عمل اللي في بالك وسجلت راح مشاك بالظبط. في قصص يعني احكي لي عن علاقتك يعني مورينيو لما جه نادي بنفيكا كان ساعتها هو المدرب من برشلونه. كان لويس فينجال بانجال. كان هو يعني المدرب بتاعه. اول مره يمسك نادي بنفيكا هو اللي رشحه فينجال ان هو يمسك بنفيكا. ساعتها كان انا مسكني المدير الفني الاول اللي جابني من باوك، كنت باوك في سالونيكا في اليونان، اللي جابني من باوك اللي بنفيكا كان يوب هانكس. يوب هانكس قعدت معاه سنه ونص من احلى سن عمري. ان انا ايه كنت بلعب مع المدرب العظيم يعني يوب هانكس، ان هو جابني من باوك. طبعا. بعد كده في نص الموسم يوب هانكس يعني حصل مشاكل مع الاداره، راح ساب الفرقه ومشي. مفيش حل ان احنا نجيب مدرب، جابوا ايه مستر مورينيو. اول مشكله حصلت مع اول ما جه مسك الفرقه، طبعا كان اتكلم مع الاداره واتكلم مع اللعيبه، عمل زي مؤتمر كده واتكلم، قال دلوقتي احنا في عندنا لعيبه كويسه جدا ولاعيبه مميزين، بس اللي لازم يبقى اللعيب الاوحد يبقى لاعب من ايه؟ من البرتغال. اللعيب النجم الاول بتاع الحاجات دي. وانا ساعتها الحمد لله كنت النجم الاول طبعا،
كان ساعتها معايا لعيبه كبيره جدا، كان معايا بوبورسكي، بوبورسكي طبعا، ومعايا جوا بينتو، ومعايا نونو جوميز، ومعايا مانيش، ومعانا معايا فان هايدونج، يعني اسامي كبيره جدا، فراندو ميرا وقلادو وحاجات، يعني اسامي كنت الحمد لله انا كنت ايه كنت هناك التوب هناك. مظبوط. جه مورينيو بقى حصل مشكله، ابتدى اول تمرينه لي حصل ايه خلافات، انا كنت بلعب بطريقه معينه ان هو انا العب بطريقه ان انا كنت بتحرك بشكل ايه حر شويه، وكان بيخلي جواب انتو وبوبروسكي ان هم ايه على طول ثابتين وانا بتحرك يمين وشمال. اول ما جه مسك اول تمرينه خلاني انا الثابت، الطريقه اتغيرت، وبوروسكي وجواب انتو هم اللي بيتحركوا ايه بشكل ايه. قلت له يعني المشكله ان انا مش متعود على كده. اول تمرينه قلت ما فيش مشكله، يعني كان كل شويه ايه يبص لي يعني يقول لي يثبت، ستوب، كالما كالما صبري، يعني حاجات بقى بالبرتغالي. بعدين مره في مره انا بس يعني زهقت، يعني عايز اخش، عايز يعني مش لعبي. حصل بقى الخلاف من هنا من التدريب، بس يعني رحت سايب الملعب ومشيت، وليته بيزعق لي ورحت سايب الملعب ومشيت. قلت بقى في رحت طالع لمجلس الاداره ان انا مش هقدر يعني اكمل ده من ايه من حوالي اربع خمس تدريبات. يعني لسه بدري قوي. بس بقى بعد كده ابتدى بقى الامور ترجع تاني شويه. بس اول ماتش بقى ايه مسكه بقى كان هو ايه جاي بقى يمسك اول ماتش بقى في الدوري ليه بقى كان هو مستني بقى وعايز يعمل حاجه مميزه، كان ماتش مع بوافيستا. بوافيستا اللي كان المدير الفني باتشيكو. يعني احنا كنا بنلعب ضد باتشيكو. كان باتشيكو يعني باتشيكو هو المدير الفني. اوكي. يعني كان مستر مورينيو وباتشيكو حد تاني. ايوه. يعني احنا كنا ايه كنت انا بلعب ايه ضدهم. تمام. بلعب مع مورينيو. مع مورينيو ضد باتشيكو. بس والماتش ده خلص 1-1. كنا بنلعب اول ماتش كده. ساعتها في الماتش ده كنت بلعب كان بيلعبني يعني ناحيه الشمال ان انا ثابت على طول. زي ما هو قال لي. قال لي هتلعب في الاول كده بعدين بتتحرك. بس هو كان واقف ورايا، كان الخط طبعا هو ورايا على طول. كل شويه اخش يقول لي كالما كالما ازاي. خلص الشوط الاولاني كنا مغلوبين 1-0. اوكي. بس عامل دوشه في المحاضره كده، عامل اتكلم عليا، يعني كل المحاضره كانت عليا وبتاع. انك ايه؟ ان لا انت مش نايم و... مش عاجبك ومش بتتحرك والحاجات دي كلها. طبعا زعلت واتضايقت في اوضه اللبس وبتاع الحاجات دي كلها. وكان ساعتها المساعد بتاعه موزر. موزر كان اللاعب الكبير طبعا بتاع البرازيل ده، المدافع. مظبوط. كان موزر ده حاجه جامده جدا. بس قعدت بقى رحت مكلم موزر قلت له انا مش هكمل والحاجات دي كلها. كل اللعيبه جت لي قال لا اهدوا. رحت كملت الشوط الثاني، رحت رقص قال لي العب بقى لعبك. رحت معدي قال لك العب موزر. أوكي. يعني هو ايه يعني مش عايز يوجه لك. تمام. راح موزر بقى قال لي طب اتحرك. رحت معدي بقى ومرقص ودلع، رحت عامل الكوره اللي جو بيندو راح جابها جون. راح على طول بعد ما عملت الجون راح مغيرني. حصل بقى المشاكل بقى اللي هو عايزه. حصل المشكله دي بقى من هنا. بس بقى بعد كده الامور رجعت تاني بعد كده. ازاي رجعت؟ تحسنت العلاقه ازاي لحد ما وصلت للي احنا هنتكلم فيه دلوقتي؟ العلاقه اتحسنت ان في فتره ان قعدت شويه طبعا مش هقدر، قلت من رئيس النادي ان انا مش هقدر اكمل معاه شويه. رحت قعدت مع السكند ان اتمرن معاهم شويه. بعدين الفتره دي كان الفرقه كانت ماشيه بشكل مش كويس. راح رئيس النادي يعني كلم مورينيو هو لازم يرجع تاني صبري. وقعدنا مع بعض الامور ايه بقت هديت احسن. قال لي تبقى ملتزم، تبقى الحاجات دي كلها يعني الامور. وانا ساعتها كان الترجمه برده هو مش فاهم برده ايه حته الايه اللغه تبقى ايه عامله ازاي. بالظبط كده. بس بعدين الامور مشيت بشكل كويس. وبعدين ايه مشيت بشكل كبير قوي معاه كويس قوي. هو مشي راح بورتو. راح بورتو لنادي بورتو. جاله عرض احسن المانجر بتاعه وداه هنا في مصر. دي في مصر لما كان بيحلل هنا في امم افريقيا. بالظبط هنا الماتش بتاع مصر وجنوب افريقيا. اللي اتغلبنا فيه. اللي اتغلبنا فيه 1-0. 1-0 خرجنا من دور ال 16. كان هو في الاستوديو التحليلي. اول مره تتقابله من امتى؟ الفيديو ده كان من اول مره من امتى تتقابله؟ من ساعه ما رجعت مصر. ياه. من اوائل الالفينات يعني. بالظبط كده. من ساعه بص فتره طويله قوي. بس على طول على ايه كونتاكت معاه. كان في تواصل كده على طول كدا. على طول يوميا. يعني حتى بعد كل ماتش بارك له بعد الماتش على طول. وهو على طول بيتصل بيا وبعت لي على الواتساب. يعني حاجات كانت كتير قوي. اول ما شفته بقى طبعا هو يعني كان مبسوط جدا وانا كنت مبسوط قوي. هنا في اللحظه دي بالذات لما قابلته عند الاسانسير قلت له انا عايز اشتغل. قلت له اول حاجه قلت له انا دلوقتي ماسك المنتخب الشباب ال 2001 واتمنى يعني نفسي اكون موجود معاك
في الجهاز بتاعك ان في اي فرقه تكون ايه موجود كان فيها. ساعتها لسه كان ساعتها توتنهام. كان ما راحش توتنهام لسه. كان لسه ما راحش توتنهام. قال لي خلاص اول ما يجي النادي تبقى موجود معايا. وعلى طول على اتصال وكونتاكت معاه. راح توتنهام. خلاص بتصل وكنت رايح توتنهام. حصل بقى مشكله اللي قال مره واحده ساب الفرقه ومشي بسبب سوء النتائج. كان ازاي كنت رايح توتنهام؟ كان هو كنت بعت كنت على طول بعت قال لك انا يعني مكلمك هو بالظبط كده. كان في على طول حتى المانجر بتاعه كان انا يعني حبيبي جدا يعني وكان جالي لما كنت في بنفيكا كان هو يبقى المانجر بتاعي. ده اللي هو مين؟ خوري فيجا. يعني كان ايه كان يبقى المانجر بتاعي لما اخدني من باوك على بنفيكا عرض عليا ان انا يبقى المانجر بتاعي. هو المانجر كان برضه بتاع كريستيانو رونالدو وكان مانجر بتاع فيجو ده اللي هو خورخي مينديز. بالظبط كده. وكان قبليه برضه كان في كذا واحد برضه من يعني مميزين يعني فيجا بس هو راح للمانجر ده. وانا كنت ايه كنت من يعني كنت ابقى موجود معاه في توتنهام بس ما حصلش بقى ايه طبعا نصيب. بس وقعدت برضه اقول له يعني انت هتكون احسن في نادي طبعا مورينيو حاجه كبيره طبعا ومدرب عظيم ومدرب يعني اسمه كبير وبتاع الحاجات دي كلها. هو كاريزما طبعا يعني هو كاريزما لما تشوفه في الملعب ده مع روما لما كسبوا الماتش اللي فات في الدقيقه الاخيره خطف الاضواء باحتفاله اكتر من صاحب الهدف. يعني هو كاريزما مش طبيعي يعني بس هو برضه حته الشو دي حاجه مهمه جدا جزء بالنسبة. صح مهمه جدا. وانت تلاحظها معظم البرتغاليين المدرسه البرتغاليه هي دي رقم واحد عندهم على فكره. حته الشو حته الايه الشو يعني انت تلاقي المدرسه البرتغاليه هنا لما بتيجي مصر المدربين كل اللي جم مصر حته الشو هي ايه مهمه بالنسبه لهم. بس لما ايه طبعا راح روما باركت له طبعا بعد الماتش وبتاع وعلى طول على اتصال باركت له في بدايه السيزون بقى لما كسبوا اول ماتش في الدوري بالظبط كده. وكان انا كنت مبسوط جدا كنت سعيد لقيت المانجر بتاعه كلمني فكرته قلت له انا عايز اشتغل بالظبط. ما هو قال لي هو وعدني يعني قال لي ايه هتبقى يعني تمام خلاص هتبقى موجود معايا. بس المانجر كلمني بتاعه كلمني ومسؤولين في روما كلموني بس المانجر مسؤولين في روما راح المانجر كلمني الاساس المانجر عشان انا عارفه برتغالي وعارفه جدا وصديق يعني راح قال لي صبري انت من ضمن الترشيحات الموجوده في مع مستر مورينيو عشان تبقى موجود معاه في الايه في الجهاز. ايوه الجهاز عباره عن ايه بقى؟ يعني أيوه. برضه حدد لك دورك المحتمل انك تعمله من ضمن الترشيحات في ناس في برضه حاطط ثلاث لعيبه ثلاث اربع لعيبه كده مميزين في الحته دي بالذات وانا من ضمن الناس اللي موجوده فيها. حته ايه؟ حته المهاره. حته ايه؟ كل تخصصات في المدير الفني في دلوقتي في اوروبا يعني مثلا جارديولا دلوقتي مورينيو بتلاقي فيه صف كتير قوي جهاز كبير جدا صح كل حد معاه فريق العمل فريق بتاعه كل حد متخصص في حاجه معينه بتاع الحاجات دي كلها. وانا من ضمن الحته بتاعت ايه؟ النواحي المهاريه كان حاططني فيها وبتاع الحاجات تمام ومن ضمن الترشيحات عشان كده هو ايه مش قال لي صبري هتبقى ايه يعني انت انت من ضمن الترشيحات ممكن تبقى موجود امتى هتحسم القصه او ممكن يبقى في اوفر او انك تسافر؟ ما انا مستني دلوقتي ايه العرض الرسمي تمام وعشان ابقى ايه متواجد يعني ده الاتصال اللي حصل وفي رسائل طبعا من مانجر ويعني على طول كونتاكت ومستني دلوقتي العرض الرسمي عشان يبقى ايه انا قلت لك حقيقي من خلال احنا في ترشيحات في كذا واحد في ثلاثه البعض وصفها بان هي قد تكون عرض معايشه. هل هو عرض معايشه ولا عرض عمل؟ عرض عمل تمام. ما المشكله القصه كلها هو سالني لما انا كنت مع قابلته في مصر هنا قلت له طبعا قلت له انا ماسك منتخب الشباب وكنت مسكت منتخب مصر الاول مع كابتن شوقي غريب يعني واخد شهادات يعني سواء الاي والبي يعني شهادات ومسكت تدريب. قال لي انا هو كان عارف كان من خلال لما جه في الاستوديو التحليلي سال عليا سال علي قال لهم فين صبري فين انا عايز اشوفه يعني هو يعني كان بالنسبه لي يعني كان حاجه جامده جدا ومميزه. سال عليا حتى كمان لما الصحفيين لقيته بيكلموني قالوا له عمال يسال عليك في ايه في الاستوديو التحليلي. أيوه. اول ما شفت طبعا حصل اللقاء ده تاريخ كبير انت عملته كلاعب ومن اهم الاسماء المصريه اللي احترفت في اوروبا من الاسماء اللي امتعت الجمهور الاجنبي فدي حاجه الحقيقه بنفتخر احنا بيها
وحلو جدا العلاقه كمان. يعني الفيديو اللي بنتكلم عليه دلوقتي الترحاب الشديد اللي عمله مورينيو، وان شاء الله ان هي تكمل كمان فكره انك اسم مرشح اللي تشتغل معاه. يتشرف بس ده حاجه، ده حاجه شرف لينا احنا كمان كمصريين ان يكون اسم مصري إن أنا مع مورينيو. مع مورينيو هو مدرب عظيم، مدرب كبير، ويعني بيعمل يعني بص يعني مختلف مختلف. يعني انت لو شفته في شغله في المحاضرات بتاعته، يعني من كتر ان انا يعني انا حبيته. اول ما مسك بنفيكا، اول ما مسك بنفيكا كان كل تمرينه انا بكتبها من كتر حب، من كتر الشكل بتاع التمرين. اي تمرينه هو بص عليا شافني كمان انت عمال اكتب، يعني اخلص التمرين بكتب التمرين بتاعه. راح جاب لي ورقه كده قال خليه معاك. طيب يعني طيب بمناسبه الكلام عن البرتغال وبعيدا عن مورينيو، مدير فني برتغالي مخضرم زي كيروش بيتولى تدريب منتخب مصر، هل اسمك كان مرشح في اي وقت انك تتعامل معاه بالنظر لان برضه انت على علاقه بكيروش؟ طبعا يعني كيروش مدرب كبير ليه السي في بتاعه كويس قوي، مسك منتخب كولومبيا طبعا ومنتخب ايران وكان ماسك ريال مدريد وكان ماسك سبورتنج في البرتغال، منتخب البرتغال يعني انا من خلال منتخب البرتغال من خلال لما انا كنت في بنفيكا كان علاقه قويه جدا بالمدربين المدربين البرتغاليين بالذات اللي جم مصر يعني سواء مانويل جوزيه سواء فينجادا سواء باتشيكو سواء كاجودا اللي جه برضه لنادي الزمالك وكاروس كروش. طبعا ده من اعز اصدقائي كان موجود في ساعتها في خلال البرتغال، عشان كده يعني في علاقه كويسه جدا. وكنت اتمنى يعني كنت الاول يعني ان انك تكون جزء من الجهاز المعاون. طبعا يعني ان برضو ان عارف الطريقه البرتغاليه وعارف النظام بتاع الراجل البرتغالي وعارف الاسلوب بتاع البرتغاليين بالذات. ما في وفي برضو اللغه برضو ان انا الحمد لله انا برضو ايه بتكلم برضو برتغالي يعني الحمد لله. بس يعني ما فيش نصيب، بس ايه ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه. قابلته كيروش؟ لا لسه ما قابلتوش لسه. يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه انا اقابله واقول له برضو النواحي بالنسبه للاعب المصري صح وطريقته واسلوبه. ايه اهم حاجه ممكن تقولها لكيروش عن اللاعب المصري؟ تكون عوامل مفيدة انه يكون عارفها وهو داخل على يعني مرحلة صعبة. بالظبط يعني الحاجة الحلوة اللي في البرتغاليين بيتعاملوا بالنواحي النفسية. المعاملة النفسية دي مهمة جدا واللي نجح فيها مانويل جوزيه دي مدرسة مدرسة واحدة. عشان كده اللاعب المصري المعاملة النفسية بتفرق معاه جامد جدا. سيبك من الماديات، سيبك من الحاجات دي كلها، المعاملة والطريقة والاسلوب بتاع الحاجات دي كلها ممكن يموت نفسه والطريقة بتاعه. عشان كده اتكلموا في الحتة دي رقم واحد. بس هم مميزين، هم كده كده هم مميزين في الحتة دي كويس قوي. حتة بقى برضه حتة اللاعب المصري يبقى ايه حتة بالنسبة للتدريبات والنواحي البدنية والنواحي بالنسبة للنوم والسهر والحاجات دي كلها. بتلاقي اللاعب المصري احنا معظم الشعب المصري يبقى على طول عنده فتره طويله جدا حته ما فيش راحه وسهر وبتاع حاجات. يعني اقول له يعني اللاعب المصري هو كان متعود على الحته دي بالذات، يعني واحده واحده الامور كلها ايه لو في التزام والنظام هيبقى الموضوع خلاص هتروح عنده خالص. يعني الحاجات دي يعني مهمه جدا لازم برضه اكلمه. مهمه جدا. التغيير او كيروش جه بعد رحيل الكابتن حسام البدري. الكابتن حسام البدري كانت النتائج مش سيئه، اي نعم فوز ليبيا في الماتش الثاني خلى موقفنا بقينا لازم نكسب ليبيا رايح جاي على الاقل ان شاء الله في الماتشين اللي جايين، او على الاقل ما نتغلبش ماتش من ماتشين ونكسب التاني. فالكابتن حسام البدري كان ايه اهم المشكلات اللي كنت شايفها في المنتخب في فتره الكابتن حسام البدري؟ مشاكل الكابتن اللي تتمنى ان ما تتكررش في عهد كيروش. ما فيش ماتشات وديه. ما فيش احتكاك كان قوي. يعني لازم كان في لازم ماتشات كتير قوي عشان يبقى فعلا يبقى ايه في انسجام اكتر. انا كابتن حسام البدري لما مسك المنتخب لعب على الماتشات على دور الرسميه. ما فيش ماتشات وديه، هي دي المشكله. احنا اي قد احنا في الانديه لما بيعملوا ماتشات فتره اعداد ماتشات وديه قبل ما تخش على الماتشات الرسميه. يعني احنا بقى حته مشكله الكابتن حسام ما فيش ليه الماتشات اللي الوديه دي عشان يبقى في انسجام اكتر، يبقى في احتكاك اقوى للنواحي البدنيه والنواحي المهاريه والفنيه كل حاجه بقى عارف الايه النظام الايه الطريقه والتشكيله اللي يلعب بيها. كابتن حسام بيجي يوم في الماتش الرسمي بتلاقي التشكيله اتغيرت. صح، هي دي برضه مشكله جدا.
طيب عايز اتكلم معاك بقى في نقاط تانية، هتكلم معاك عن كريستيانو رونالدو وانتقاله لمانشستر، لكن الاول نروح لتقرير تكريم ابطال مصر في اولمبياد طوكيو اللي عملته اداره نادي زد. نشوف التكريم وبعدين نكمل مع الكابتن عبد الستار صبري نجم الكره المصريه الموهوب جدا جدا جدا. التكريم ده فعلا تكريم اكثر من رائع، خصوصا ان احنا في نادي لسه في بدايته، بس ان شاء الله يبقى من الانديه القويه جدا اللي بتنافس مستقبلا، واحنا بنامل ده، نامل ان كل انديه مصر تكون في احسن مستوى واحسن حاجه في الدنيا. طبعا مبسوطه جدا ان انا موجوده النهارده، مبسوطه بالكوكبه اللي انا كنت موجوده في وسطيهم النهارده. اولا انا حابه اشكرهم على المجهود ده، على الايفنت ده، وعلى التكريم الجميل ده، وحابة أشكر نادي زد لأن هم مهتمين بالأولمبيين ومهتمين بالرياضة ومهتمين بالأولمبيات واللي جابوا ميداليات، فمش كل النوادي يعني كرامتنا، فشكرا ليهم على التكريم الجميل ده، ويا رب دايما نكون يعني عند حسن ظنهم ونحقق إنجازات أكبر يعني إن شاء الله. والله طبعا الحمد لله إنك تحس إن الإنجاز اللي ربنا كرمك وحققته الناس فرحانة فيه وفخورة بالإنجاز ده، حاجة كبيرة الحمد لله. طبعا أنا مبسوط إن أنا النهاردة اللي أنا موجود في نادي زد بتكرم تكريم يعني ما شاء الله على أعلى مستوى وسط ناس كبيرة وناس يعني أنا فخور إن أنا معاهم. يمكن التكريم الأكبر زي ما حضرتك عارف هو بيبقى التكريم الرئاسي، الحمد لله ربنا كرمني وخمس مرات اتكرمت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيمكن ده بيبقى أكبر تكريم، وبعد كده التكريمات كلها طبعا بتبقى حاجة بتحسسك بقد إيه الناس فرحانة بيك يعني الحمد لله. طبعا أنا مبسوط جدا وسعيد إن أنا في وسط موجود النهاردة في وسط التكريم ده، حاجة طبعا يعني معنوي كبيرة قوي بحضور طبعا سيادة الوزير ورئيس اللجنة الأولمبية وكوكبة كبيرة من الأبطال أبطالنا في كرة القدم. بجد أنا سعيد جدا وفخور إن أنا موجود هنا، وبجد يعني إن أنا شرفت بلدي، وإن شاء الله يعني أقدم أكتر وأكتر، وده بيبقى دافع وتكريم ليا للي جاي في مسيرتي اللي جاية يعني. وحقيقة انا مبسوط جدا بحضوري هنا النهارده يعني. مبسوطه جدا طبعا زي ما انت بتقول، ان يعني شيء جميل ان انت تلاقي كل كوادر الدوله حريصه على انها تكرمك على الانجاز اللي انت عملته، وحريصه انها توريك ان احنا مهتمين وان احنا مبسوطين باللي انتوا عملتوه. ده طبعا بيفرق معانا احنا نفسيا، وبنبقى مبسوطين وبيدينا دفعه لقدام ان احنا نكمل، ان احنا عارفين ان احنا هنرجع لو عملنا انجاز بلدنا بكل مؤسساتها هيبقى فيها تكريم يعني. تكريم نادي زاد النهارده حاجه احنا مبسوطين بيها جدا وفخورين بيها جدا ان احنا النهارده موجودين يعني في النادي، وطبعا بنحب نشكر اداره نادي زاد ونشكر الكابتن سيف زاهر رئيس مجلس اداره الشركه وكل النجوم كره القدم اللي كانوا موجودين النهارده، تشجيع لينا طبعا احنا نفتخر بيه، ودايما بنقول ان الحاجات دي هي اللي بتشجعنا لان احنا نعمل انجازات اكبر وبتحمسنا للانجازات اللي جايه ان شاء الله. فطبعا برضو بنحب نشكر دكتور اشرف صبحي على وجوده النهارده هو والبشمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه، فدي حاجه احنا بنفتخر بيها. يعني منتخب مصر الجهاز الفني للمنتخب، ودي نقطة مهمة جدا لأن كلكم سألتوا عليها والحقيقة كلنا تساءلنا، والكابتن ضياء السيد امبارح قال إنه سيتم أخذ قرار فيها لأنه لم يتم مناقشتها من قبل، هو قصة مصطفى محمد ورد الفعل اللي كان عمله بعد تسجيل هدف التعادل قدام منتخب الماتش الثاني الجابون. الجابون بالظبط، شكرا. ماتش الجابون الهدف اللي سجله في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، فكان رد الفعل سئل واتغير الجهاز الفني، فالناس مش عارفة هيحصل حاجة ولا لأ. الجهاز الفني اوصى باستبعاد مصطفى محمد من معسكر ليبيا، المعسكر اللي هو بتاع ماتشين ليبيا، معسكر اكتوبر، وغالبا هيطلع القرار واعتقد انه سيعلن باستبعاده من المعسكر باعتباره انه موقوف ماتشين، في انه ده اعتراضا او عقوبه على طريقه الانفعال غير يعني اللائقه اللي حصلت للكابتن حسام البدري من اللاعب بعد الهدف اللي سجله في المباراة، فسيستبعد ربما لمباراتين ويعود إن شاء الله بعدها، هو أحد أهم اللاعبين الحقيقة على مستوى هجوم المنتخب. شفت إزاي القصة دي؟ هل شفت إن فيها مبالغة ولا شايف إن هي فعلا كانت خاطئة؟ نزل لمصطفى محمد؟
مصطفى محمد انا بحبه جدا، لعب مميز ولعب ليه مستقبل، وفي الفتره الاخيره انا شفته في تركيا كان اول ما راح كان ماشي بشكل كويس قوي، كان مميز كان مميز كان مركز. إيه لما جات له الاصابه ابتدى الامور ايه تهدى شويه معاه، ابتدى الحاجات دي علاقته اتهزت شويه بفاتح ال 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 الثقه بتاعته يعني اتهزت. الحته دي المفروض احنا كان، ما انا قلت لك بقى العامل النفسي كان مهم جدا ساعتها، هو ايه مش متواجد بصفه اساسيه، كان ما كانش في ايه عنصر اساسي، كان الاول كان العنصر الاساسي في في الفرقه، بقى دلوقتي مش ايه ما كان بقى قاعد على دكه الاحتياطي. هو مع منتخب مصر جاي في شحنه غير عاديه برضه، حته ان هو هيرجع نادي الزمالك او يرجع يروح لنادي تاني، العمليه كانت كلها في شده عنده من ايه من ناحيه النفسية. لازم كمدير فني كمسؤولين بتاع كده ان انا اللاعب ده مميز واللاعب ده كبير واللاعب ده حاجه مميزه عندي، لازم اول حاجه ان انا اشوف مشاكله. ما احنا مشكله احنا عندنا هنا لازم يبقى ايه الدكتور النفسي ده مهم جدا. يعني انا لما كنت بلعب كان الدكتور النفسي اول ما بخش اوضه اللبس كده ابقى ايه بقى واقف على الباب فعلا في ميفيكا واقف على الباب كده اقول للناس بنديه 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 يعني صباح الخير وبتاع الحاجات دي كلها، راح داخل راح مخدني راح على طول على المكتب نقعد على 10 دقايق مع بعض يسالني انت اكلت ايه، انت كلمت مين في التليفون، انت عملت ايه، انت كنت امبارح نمت الساعه كام، انت كنت اتفرج على انهي فيلم ايه، الحاجات دي كلها عمال يكتب ويعمل تقرير، بيدي التقرير ده للمدير الفني، المدير الفني يقول له صبري ما ينفعش يتمرن النهارده. فعلا والله زي ما بيحصل كده مجرد التقرير ايه للدكتور العامل النفسي عشان ده لو نزل التمرين هيتعور. احنا المفروض يبقى عندنا الحته دي. احنا منتخب مصر، منتخب مصر احنا نلم ايه اللاعب، اللاعب اكيد مشدود في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه عنده، عشان كده اللي حصل في لما جاب الجون حصل انفعالي. يعني انا برضه يعني بس كان ممكن يتم السيطره عليه اذا كان في تعامل نفسي جيد. بالظبط 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 كده. يعني انا بقول لك ده رقم واحد، عامل النفسي ده مهم جدا، لازم يبقى قبل المدير الفني ده رقم واحد. اللاعب بيجي من البيت بيجي من اي حاجه ما حدش عارف حاجه. لازم هو ايه يبقى هادي في الملعب ده، الكوره دي في الملعب ده عباره عن لازم اللعيب يبقى ايه هادي في الملعب. لازم يبقى مركز ما عندوش مشاكل ما بيفكرش في حاجه عشان يقدر يأدي. صح. بس طيب عايز اروح معاك لكريستيانو رونالدو قبل اروح معاك للشوط الثاني والوقت الاضافي. كريستيانو رونالدو بيعود لحيث بدا رحلة النجومية مع مانشستر يونايتد بعد رحلة ما ينفعش نصفها بالرائعة مع يوفنتوس بعد النجاح الشديد مع ريال مدريد. شفت ازاي عودته لبيته ملعب الأحلام أولد ترافورد؟ أنا أول حاجة أنا رايح له. رايح له؟ أروح له أروح له. ازاي؟ أروح له في الفترة اللي إن شاء الله اللي مسافر عادي مانشستر ولا مسافر له؟ لا أسافر أسافر له. متفق معاه؟ لا يعني دلوقتي كان في كونتاكت الاول لما كنت انا في السبورتنج. ايوه طبعا طبعا انت عارف اللي الارقام وكل واحد بيغير بقى الايميلات والحاجات دي كلها. انا رايح له قريب عشان يعني هو على فكره وحشني كتير قوي يعني، وانا بحبه وحاجه يعني من زمان ما شفتوش، بس يعني كان في صداقه جامده جدا هو والاسره. ايوه كريستيانو حاجة جامدة جدا، حاجة مميزة، حاجة مختلفة، وعنده غل غير عادي، عنده حاجة لازم هو بيفكر في حاجة ان هو لازم رقم واحد. صح. يعني حتة دلوقتي ميسي هو فارق عنه بالكرة الذهبية مرة واحدة. بيعمل مستحيل عشان هو لازم برضه رقم واحد. هو دلوقتي لو اعتزل هو مش رقم واحد. مظبوط. بقى رقم اتنين. صح. هو عنده الحته دي لازم ابقى رقم واحد. نسقت ازاي انك تزوره الفتره اللي جايه؟ لا ما انا من خلال ان انا اروح نادي مانشستر ليا اصحاب هناك ان شاء الله باذن الله ان انا اروح على طول هناك. بالظبط كده ان شاء الله. وحتى كمان يعني في برضه في ناس هناك قريبين منهم البرتغاليين ان انا احاول اكلمهم عشان برضه ايه يكلموه. ان شاء الله انا اوصل باذن الله. رجوع كريستيانو رونالدو الحقيقه انا شيء الناس اتكلمت على انه هيبقى منافس بقى شرس وهياخد الدوري. لا هو ولا هياخد لقب الهداف. انا شايفه حافز شديد لمحمد صلاح. محمد صلاح بيحب النوع ده من التنافس. يعني في الوقت اللي الناس كلها بتقول انه بس هداف الدوري بقى لقب رايح لكريستيانو، اول ماتش لعب راح مسجل جولين، لكن محمد صلاح متوهج من بدايه الموسم وتحديدا من ساعه عوده كريستيانو رونالدو. فانا شايف محمد صلاح هيستفيد هو كمان بعوده كريستيانو. محمد صلاح لما سمع كريستيانو رونالدو جاي مانشستر يونايتد اول حاجه فرحان جدا. حاجه
لعيب كبير، لعيب يعني ليه حاجات وبطولات وليه حاجات القاب كتير قوي، هيبقى موجود في الدوري الانجليزي دي دي حاجه كبيره، حافز ليه لمحمد صلاح. والحته ان واحد الثانيه ان كريستيانو عنده ان هو من نوعيه ان هو ايه بيروح اي نادي لازم يبقى عايز يبقى فيه الهداف. كل مش محمد صلاح، كل دلوقتي الهدافين بتوع الدوري الانجليزي مركزين ان هم لازم يوصلوا للدرجه ان هم ينافسوا كريستيانو رونالدو. ايوه دي حاجه كويسه قوي، خلى الدوري الانجليزي من اوله يعني الفرق لسه طالعه من تحت بقت دلوقتي هي بتنافس بشكل كويس قوي. عشان كده انا يعني كنت اتمنى كان ميسي يروح برضه الدوري الانجليزي، كان هتبقى حاجه فوق الوصف، مولعه مولعه. طيب قوه الذاكره اخبارها ايه؟ كويسه الحمد لله. كويسه؟ هسالك معلومات عن عبد الستار صبري اشوف فاكرها ولا لا، ومعاك 10 ثواني للاجابه على كل سؤال. تمام ماشي؟ يلا الانتاج الحربي، انا هنا هسالك عن مرحلتك كمدرب في الانتاج الحربي. في موسم 2015 2016 كسب الزمالك 3-1. فاكر؟ 3-1. مين اللي خد ضربه الجزاء للانتاج الحربي في المباراه دي؟ صلاح امين. صح صح. واللي سجلها كان مين؟ صلاح امين. كان فتح الله. فتح الله صح. بس يعني برافو عليك، انت قلت الاصعب كمان يعني. فتح الله صح. السؤال كان على مين اللي سجلها اللي حصل عليها. طيب منتخب مصر وقت ما كنت في الجهاز المعاون مع الكابتن شوقي غريب في تصفيات امم افريقيا فاز في ماتشين بس في التصفيات قدام بوتسوانا، مين اللي سجل الاهداف؟ كسبنا الماتشين 2-0. محمد صلاح. محمد صلاح سجل جول هنا وجول هنا كده، ناقص جولين. تريزيجيه. لا في ماتش العوده النني كان سجل هو صلاح، والاولاني كان عمرو جمال وصلاح. تمام تمام. السؤال الثالث، منتخب مصر في امم افريقيا 96 اللي كنت مبدع فيها تمام صعد لربع النهائي بكم نقطه؟ باربع نقط. لا نقطتين. صعدنا بنقطتين. كان ماتش جنوب افريقيا. ايوه وماتش كسبنا جنوب افريقيا 3-4 نقط. ستة. ست نقط. كنا متساويين مع جنوب افريقيا هم، لكن الفرق الاهداف كان فرق ست نقط. صح ماشي ماتش. معلش مفيش مشكلة. كان الماتش الاولاني كان انجولا. ايوه كسبنا، والتاني اتغلبنا من الكاميرون. والماتش التالت احنا كسبنا جنوب افريقيا. كسبنا جنوب افريقيا هم بفرق الاجوال. ده الجون اللي جابه احمد الكاس. صح ده 1-0 بالظبط. لا خلاص هعتبر الاجابه صح. طيب سجلت في فوز المقاولين على الاهلي موسم 95 96 كان الماتش خلص 2-0 ليكم. انا وزيزو. ايوه هو السؤال كان مين سجل التاني؟ انا وزيزو. صح زيزو. طيب المقاولين كسب في الجوله العاشره من الدوري ده كان 2-0، لكن المقاولين كسب الزمالك بقى في الموسم اللي بعده 96 97 بنتيجه 3-0. فاكر الماتش ده؟ في المقاولين. المقاولين والزمالك. احنا كسب المقاولين. ايوه انتوا كسبتوا 3. كسبنا 3-0. مين اللي اتطرد من الزمالك؟ اتطرد محمد صبري. لا اسماعيل يوسف. لا جنب اسماعيل هاف ديفندر. شيشيني. ايمن عبد العزيز. ايمن عبد العزيز. ماشي كان مين اللي سجل اجوال المقاولين؟ هعتبر ده السؤال. في عبد الناصر محمد. ايوه جاب جولين. جاب جولين. وفي كان خالد كامل. لا العارف. العارف محمود سجل هدف. بس اجابه صحيحه على اي حال عشان ضحكتك الحلوه دي. حبيبي ربنا يخليك. كابتن عبد الستار اتبسطت جدا بوجودك. ربنا يخليك. ربنا يوفقك في اي خطوه، وان شاء الله قريب نبارك لك خطوه روما ان تكتمل بما ان اسمك من المرشحين للعمل مع مرشح. ربنا يخليك يعني ده انا مبسوط جدا، وانا اول ما قالوا لي هاني شطب هاني انا على طول رحت جاي جاري، وانت عارف يعني بالنسبه لي شرف كبير. شرف كبير ليا. وربنا يوفقك دايما ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب يا عبد الستار. شكرا ليك حبيبي يا هاني. ربنا نورنا الاسطوره المصريه الكابتن عبد الستار صبري، وانتوا كمان نورتونا، كنتوا وحشنا جدا في ايام الاجازه. فغدا باذن الله لقاء جديد الساعه 11 على صدى البلد، وتحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتفوت. الى اللقاء.